أهلا وسهلا ومرحبا بالمشاهدين أينما كانوا. نتحدث عن موضوع من المواضيع اللي تكاد تكون محظورة في كل دول العالم صح التعبير وحتى في تونس، لكن اليوم فما ناس تحكي، اللي يحكي ما نوصلوا الصوت ربما ولا ما نوصلوش قضيته ولا ما نعيروهاش الاهتمام اللي يجب نهتموا بها. حتى حد على ذاك الناس كل تسكن الناس كل تخاف. حتى حد الجنسي في الذات الفردية سيما. حتى حد والجمعية. ما يسمعها وتخرج من السيركوي وتخرج من المنظومة صغيرة كانت ولا كبيرة في أمريكا ولا في الأمريك دي نور ولا في روسيا. حتى حد ما يخرج تخرج تتكلم باش تقضي على المستقبل اللي انت بنيه على دونك قبل ما نكونوا الحلول. خلينا نتكلموا على التحرش الجنسي في الرياضة. تعرفوا اللي التحرش الجنسي في الرياضة هو مرتين النسبة المئوية متاعه أكثر من التحرش الجنسي في المجالات الأخرى. مرتين أكثر في التحرش الجنسي في الرياضة. عندك أرقام 11.2 هو موجود في المجال الرياضي و6.6 في المجالات الأخرى. كي نتكلموا على المجالات الأخرى رانا باش نتكلموا على المجال الإداري والمجال التربوي والمجال الطبي والمجال السياسي والمجال الإداري والشارع والديار والأخزر المجالات الكل، وفي الرياضة هو الدوبل نتاع هذا رقم مفزع. هذا سي محمود عندك ما يثبت هذه الإحصائيات يعني؟ أنا باش ماني حليت الكتاب، أنا يا أخي مانيش عايش. الناس الكل نحلوا الكتاب نشوفوا واش فما واش ما فماش، ودراسات وقعت وموجودة في كل أنحاء العالم في كل الطبقات الاجتماعية. يعني نفهم من كلامك أنه الرياضة النسائية أو التحرش في الرياضة النسائية هو فضاء رحب للتحرش. هي موجود ما خافيه كان أعظم، والمسكوت عنه هو أكثر قضية مسكوت عنها. تو مثلا في الأمور الرياضية في المجال التحكيمي تنجم تحل دوسيات، في المجال المالي تنجم تحل دوسيات، في المجال التحرش الجنسي اذا كان ما تنجمش اذا كان حليته الاشكال خاطر هو تري سنسيبل، هو موضوع تري سنسيبل وحساس جدا. واذا كان باش تمس يلزم تكون معناتها فما اشياء تنجم توق المشكله هيك وتجيب لي بروف نتاعك خاطر ما كانش يولي يعني خلي الناس تهرب، تخاف على مستقبلها، تخاف على سمعه عائلتها، تخاف على سمعه روحها. واحنا توا الاشكال شنو نجموش ينظفوا تريف خاطر هو مجال كبير برشا، نجموش ننظفوا كيفاش باش نلقاو الحلول؟ لا بريفونسيون التأطير طفلة صغيرة عمرها 13 سنة 14 سنة، وخاصة راهو خويا عادل راهو خاصة في الرياضات الفردية أين اللي عنده سلطة النفوذ والنخبة. ينجم في النخبة وحتى في النوادي في العالم حتى في النوادي. في النخبة هو اللي ينجم يكون تيتاتيت، ينجم في حجرات الملابس في كما قال شيء في التنقلات في النزول خاصة في الترمبوسات خاصة، ونجم حتى في الرياضات الجماعية يولي معناتها فما يطغى على الذهن متاع الصغيرة ولا متاع الصغير زادة. خلينا نتكلموا خلينا نحلوا اللعب ما هوش كان معناتها فما ذكر أنثى كبير ونفوذ كبير على طفلة صغيرة ولا على طفلة متوسطة ولا تنجم تكون زيادة على على الذكور الصغار على هذا. كيفاش باش نعملوه؟ شنو الحل؟ شنو كيفاش باش نلقاو حل أقل ننظفوا شوية باش ننجموا ولادنا اللي تكون تحت تصرف عباد ما عندهاش ماهيش في المكان نتاعها خاطر مادام يعمل السلوك هذا ماهوش في مكان ماهيش يكون في المكان نتاعها. باش نقضوا زاد الرياضه لانه يعني باش ما تعديش عندها ايتيكيت الرياضه هذه في الرياضه النسائيه مثلا تبدا عندها ايتيكيت نتاع لا فيولونس سيكسييل ولا لارسيلمون هذا معناتها كي نعملوا الحاجات هذه ونتكلموا عليها باش نخرجوها زاد من الصوره القادمه هذه. على الذكور زاد شيء انا هاني قلت معناتها تنجم كان زاد كيف تنجم راي تخص اي لا مش متصل اي تفضل سي عادل. حبيت نقول للموضوع هذا ماهوش مسكوت عليه لانه حسب اعتقادي انا موجود على مستوى افقي اوريزونتال موجود. اش معناه افقي؟ معناه كي نقعدوا مع البنيات يحكيوا لبعضهم ونسمعوه، لكن على مستوى عمودي فيرتيكال عن طريق الاعلام وعن طريق المسؤولين ما ترهش. علاش؟ لانه البنيه تخاف عندها ان ستاتيو سوسيال في مجتمع خاصه ذكوري كما المجتمعات العربيه الاسلاميه
مشكلة كبيرة وما يلزموش يصير حتى من الناحية النفسية مش ما يصيرش ما يلزموش يصير هما حتى كي يتسون بانشي على الحلول على مستوى دولي يقول لك حتى التشكي يلزمو يصير افيك دي غارونتي نتاع سرية علاش على خاطر دان كوتي باش ما يتضرش لا فيكتيم ما تتضرش نفسانيا بالضبط على خاطر تنجم تتحطم وتنجم تنتحر وتنجم تكون لي ريشيرش على الجانب النفسي اللي في تونس اللي في تونس مش مشكلة اللي قالته عايدة صحيح لكن في تونس اللي يهم اكثر الجانب الاجتماعي ستاتيو نتاعها باش تاخذ راجل قدام امها قدام خوها يخوف انا اتصلت بيه عادل اتصلت بيك حبيت ننسقوا بنيت تحكيوا لي في كرة القدم موجود برشا في الركبي في الركبي موجود برشا فينا عينات يا عادل اللي حكيوهم خلي الناس تعرف عينات معناها انا فما شكون يلعب كرة قدم بنيت تحكوا لنا وقت يقول لنا يجوا وراء الكاميرا ما نجموش شوف راهي هذه تابو شطر تابو مجتمع التونسي يعيش في شطر تابو والليبرتي وقت تمدوا كاميرا يتبد انا برشا ناس تمدوا تحطوا وراء الكاميرا يبدل الحديث معناها كان حاطين له اذاعه ممكن يتكلم قالوا لي معناها يمكن اذاعه لانه فما سلطه الصوره لو بوفوار دو ليماج ليماج مشكله باش توري لها وجهها وكل حتى كي تقول لها باش نغطيو لك الصوره ولا باش نذكروش اسمك تخاف تقول لك عندهم التسجيل ممكن تسرب التسجيل دونك هذاك علاش نقول موجود والاسباب كثيره في الرياضه كثيره علاش لانه اول شيء تعاطي الرياضه البدله نتاعو كيفاش يوري نوع من الجمال نتاع المرأة حب ولا نكر هذاك علاش بعض ساعات الناس اللي تطرف تحب تغطي يوري ايضا انه يخلي اكل البنيات يتكونوا متواجدات في ليفستيير في حجرات الملابس أنه ينجم فما ما بيناتهم يصير تحرش أيضاً تنحكيوا عليه ينجم زادة أيضاً أكل بناية تذوكم يتواجدوا في تربصات يبعدوا على أهلهم دونك هنا مشكلة شنو مشكلتين تجيك لك أنت الحلول المشكلة الأولى غياب التأطير النسوي اللي هو نجم يعاون تحج ذكوري ذكوري نسوي وأيضاً التأطير العائلي لانه ما ثماش يقع استغلال شكون انا مانيش موافقه معاك مانيش موافقه يقع استغلال شكون مانيش موافقه معاك لو كوتي سيغريغاسيونيست انه راهو الراجل علاش تصير توعي معناها باش تعزل النساء وحدهم والرجال وحدهم ما يلزمش مؤطره انا على حساب كلامك انت ما نجمش يكون مؤطر راجل في جمعيه نسائيه وما نجمش تكون مؤطره امراه في جمعيه نتاع رجال مثلا نعطيك مثال نعطيك مثال نرجعوا كيما الخليجيين حطوا البنات وحدهم ونحطوا الرجال وحدهم نعطيك مثال الاتحاد الدولي كي جا لتونس ونحن عملنا الفريق الوطني النسوي حطينا مدربين اولاد لكن بعدها هو عمل القانون باش يوليو انه نساء يدربوا بالله دونك مش في التفكير هذا لكن اسمعي هذا جانب من الجوانب نجي توا للحلول الحلول شنو هي اول حل راديكالي حسب ريانا هو الاعلام اللي هو نحن نحكيو فيه وذاك علاش نحييك في طرح مثل الأسئلة هذه أما نكمل فكرة عايد أكبر حل هو هذا الكشف خلينا نتكلم مس كذا عقاب إيه ثاني حل هو المعاقبة دي عقبة من الناس هذوم مسؤولين كذا ما ذكرناهمش نصف الطريق عندي أنا يزم بالذكر يزم شهر وبين طالما القضية عند القضاء عند القضاء ولا نفس فيها القضاء ما نجموش نسبوا الأسماء نتاع الناس بالضبط ثالث حل التأطير شو قول أنا في الفكرة تعايدة جزء منه أنا نتبنى لكن الجزء الثاني شنية يا أخوي علاش ما نعملوش حاجة ميكست مش مشكلة نعملو ميكست ثم أيضا نشوفوا البنيات اللي هم في وضعيات اجتماعية صعيبة خاصة نحكي على الرياضيات اللي يعملوا الرياضة الجماعية والرياضة الفردية اللي راهو ينجموا زادة يستغلوا ظروفهم الاجتماعية ما يتكلموش من تحت تقريبا من تحت 18 سنة 20 سنة واضح عايدة نحب نسرك أنت كرياضية سابقة عايشت معنا جينيراسيون تاع الرياضات المختلفه خاصه في كره السله فما عالم اخر نتاع الرياضه النسائيه فما عالم تاع فيستيرات نتاع تربصات العائلات هل ان تستثيق لدرجه كبيره بسيب بناتها اليوم في وضع معناها العالم الكل يحكي على التحرش وخاصه تونس واليوم عطاه سي محمود ارقام مذهله خاصه في المجال الرياضي يقول لك 11.2 في المجال الرياضي و6
4.6% على مستوى العالم، على مستوى العالم، على مستوى العالم نجم يكونوا اكثر في تونس، والله يكونوا اكثر في تونس. اي بون ما فماش دراسه، خاطر ما فماش دراسه صارت في تونس، هو تلاقى من بالارقام، بالارقام ما عندناش دراسه في تونس، هو يكفر ما فماش دراسه، تحس انه ما فماش اهتمام بالقدر كافي، اهتمام على مدى خطوره هذا الموضوع. احنا انه ساجي با لهنا باش نعملوا معناها سياسه نتاع ترهيب، على خاطر ديجا لو سبور فيمينا في الحضيض وإيل سوفر من 50,000,000,000 مشكلة، كان مش نزيدوا عليها المشكلة هذية ونقولوا راه هو فما التحرش، ما فماش التحرش بارتو. أنا ترينيت باسكيت 25 سنة، ما عمري مريت قدامي حالة تحرش، ودخلت الفستيارات وعشت في الفستيارات، عمري مريت وراني ونا مدربين رجال اكسكلوزيف. ما مرة بركة رانيتنا مدام حسنة هي اللي طلعتنا في ليكيب سينيور، معناها هذية المرة الوحيدة اللي رانيتنا بوندون توت ما كارير. Je n'ai eu que des entraîneurs masculins. Marie, tu fais un masculin de harajin. Ça y est. Je ne suis pas. حبيت نمشي للحلول ديريكتومون خاطر الموضوع لا يفوت فيها اتونسيون قبل الحلول. عايده فما حاجه اخرى زيد، علاش هو سنسيبل، علاش هو حساس؟ على خاطر فما تنجم تجي ثلاثه اربعه يتكتلوا على مدرب راجل ينحيوه ويعطيوا فيه تسمه صارت في الرياضه التونسيه في كره القدم التونسيه في المنتخب الوطني التونسي. مدرب وطني تونسي مش في الكاس نحى مسكين انسان نظيف ياسر وخرجوا نظيف ياسر، ما تحرش الجسم بنات تحرش عليه خاطر هيك ما نهبطهاش ولا خاطر هيك واحد ما خاطر علاش هو حساس كتلوا عليه ضعف هو حساس جدا على هيك ما تنجمش تتهم الا باللي بروف. اما الحل الكل هو في التأطير وفي اللون كادر، وهذا جوستومون سي محمود اللي وصلوا له بتاتر في الكود ديتيك سبورتيف دو لونيسكو كي يلس سون بونشي على الموضوع هذايا الميثاق الأخلاقي الرياضي لليونسكو، ينص على ضرورة حماية الأطفال والإناث والرياضيين بصفة عامة، خاطر ساجي با دو فام اونيكمون ما تحرش والاستغلال الجنسي اون ميم طون. الحلول المقترحة اللي معناها هذوما ناس أخصائيين اللي قالوا الحلول، ممكن توا الأستاذ من بعد يعطينا شنو يرى الحلول على مستوى التونسي، ما هذه تقالت على المستوى الدولي. التزام كتابي بميثاق أخلاقي من قبل المسؤولين والمدربين، ومن بعد مراقبة تطبيق الالتزام الأخلاقي هذايا من قبل المدربين. كي نحكيو على اختيار مدرب ولا مدربة، وانا من نعملش السيغريغاسيون بالكل في حياتي خاطر ما نتصورها، معناها ما تجيش اصلا. كي تختار يلزمك ترجع شويه تعمل تحقيق في الباسي نتاعو، شكونو عنده معروف سمعتو على شنو لي توندونس نتاعو. زاد ما تختارش خاطر نشوفوا اليوم اختيار مدربين بالمحاباه، حيبي وذاك والجاري وذاك بعتقد عنده حتى علاقه. فما حاجه مهمه في الحلول ما تكلمناش عليها، لان نحن لا هذه انا مش حلولي انا، قالوا على المستوى الدولي. احنا امام حاله حقيقيه، الحل الاول هو لا هو انهم يتكلموا بالضبط. ثم واحدة عندها شجاعة مش تكلم، أول حاجة ساعة يتكلموا لأنه اليوم ثم ما تعرف أنت اللي فيه هذا اللي حكيت عليه المخرج معناتها في هوليوود، وقت تكلم واحد كيما بولانسكي كيف كيف وقت بدأ ذات واحدة تتكلم يلزمهم يتكلموا. اليوم أعطاتهم معناتها فرصة يتكلموا. الأهم يتكلموا، أول شيء وين مش يتكلموا يسمك فما خلق اي بات يخلق دي نيميرو حنسميهم دي نيميرو فير معناتها اللي فيهم لا ديسكريسيون اللي هما يقول لك تكوين لي زيكوتون، تكوين الناس اللي تسمع. واش معناتها انت باش تكلم واحد ادمنستراتور معناتها فيها في اداري باش تحكي له حكايتك؟ لا، لازم التكوين هذوما الناس اللي مش تسمع وتتلقى المكالمات من عند الاشخاص اللي وقع عليهم الاعتداء. يعني تعمل بنك بتاع معلومات ومن خلال هو يقع التحرك. اكيد، ولكن زاد هي فيها راهي برشا مجالات متداخله، معناتها كي نقولوا احنا الكنوت موجوده، وزاره الشباب والرياضه موجوده، وزاره العدل موجوده، وزاره الصحه موجوده، وزاره التربيه موجوده، الرياضيين لي فيديغاسيون لي ليغ هذوما كليكا لابد يصير كما قالت عايده قبيله التزام. هو فما زاد شخص ميثاق اخلاقي، فيصال ميثاق اخلاقي، ميثاق اخلاقي، قانون الصمت، قانون الصمت اللي هو يبدا من المسير للجامعه
رئيس الجامعة. علاش صمت؟ نحكي على الكاد سبيس. شوف وقت الصمت يبدا، وهذه من الاول بكل، ومشيت وشكيت وتكلمت. الصمت المسؤول المباشر، بعد المسؤول المباشر رئيس الجامعة، بعد رئيس الجامعة الكنوت في علمها، بعد الوزارة في علمها، معناتها وزارة الشباب والرياضة، وبعد الوزارة الأولى والوزير الأول أذن بفتح تحقيق. الواه الدوسي هذايا، الواه الدوسي هذايا ملوح عند الكنوت وعند الوزارة وعند الجامعة. خلينا نحكيه على أن كابريسي، بعد نحكيه على كيبدا هيكل. شوف كيبدا هيكل موجود وعنده الصلاحيات الكل، وقتها ما عادش هي عندها باش تمشي للرئيس الجامعة ولا تمشي القانون. كان مشيت هي باش تمشي تمشي للهيكل المختص اللي هو عنده الخصوصيات او عنده الصلاحيات نقولوا احنا باش يتكلم في الامور هذه. دكتور كيفاش 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 نعالجوا الظاهره هذه وكيفاش نحميوا الناس؟ والله تحب تتكلم واللي تحب خكمل السؤال نتاعي من فضلك. قلت نعالجوا ديريكت. واللي تحب تدافع على حقها، واللي تحب ايضا الظاهر الحق نتاعها، ثم كيفاش نجموا نميزوا بين واحد يتكلم على اعتداء بالفاحشه او اعتداء بالتحرش صحيح صار، وبين واحد يتهم كما قال سي محمود سي عادل في مدرب ولا في مسؤول لاسباب ما نحبش ندخل فيها. كيديه اثبات التهمه كيفاش يكون وكيفيه التعامل مع هذه الحالات. اول حاجه علاش لازمنا نعالجوا الداء علاش ثم اللي فيه وقت نفيقوا احنا ولازمنا التاطير عليه مش من الاول. علاش مثلا توا في السبور انديفيديوال والسبور كوليكتيف علاش ما نحطوش مرافق مختص ان اكومبانياتور ان سويفي، فهمتني؟ تكون عنده مثلا عنده لو سونس دو ليكوت ويسمع هو يكون الميدياتور اللي يوصل، فهمتني؟ المشاكل يوصل للأطر السامية سواديزون سامية أنتر كيمي، وما تولي ما عادش علنيا نوليو نحكيو معناتها كيما نقولوا ديفون تو الموند، تولي حاجة ميدياتيزي. الحاجة الثانية لازمنا نشوفوا نراجعوا لي كود نتاعنا، لي كود في الكود فما معناتها كيما نقولوا فما الديونتولوجي فما دي كود لازمنا نراجعوهم، فهمتني؟ لازم نراعيو زادا لو كوتي بسيكولوجيك لو كوتي سوسيال لو كوتي كولتوريل، فهمتني؟ باش او موان كي تبدا تتكلم تبدا عندها الجرأة وتحس روحها معناتها اون سيكوريتي، فهمتني؟ الحاجة الثالثة لازم كيما نقولوا دي فورماسيون بيريوديك اي كونتينيو الحكايه هذه. ملي لازم تكوين مستمر، خاطر احنا في سبور كو سوا انديفيديوال ولا كولكتيف حاجتنا بالريزولتا ديما، لي كومبيتونس والريزولتا والريزولتا. اي قبل الريزولتا لازم يكون الاتليت يبدا يكون اليز دون سابو، معناتها تكون هاي قبل سيكولوجيكمون سور لو بلان سوسيال. تكوين لشكون؟ التكوين للاتليت والتكوين للانترونور والتكوين لكل شيء، معناتها للاطر معناتها كو سوسوا من لونترونور من الديريجون من الاطر الساميه سوا ديزون اللي عندها لي ستاتيو، فهمتني؟ اللي الرياضي زاد السبورتيف الاتليت، معناتها لازم دي فورماسيون بيريوديك كونتينيو سبيسيفيك، فهمتني؟ لازمنا نعالجوا. نتكلموا احنا توا بسرعه سي محمود. احنا في مجتمع تونسي في مجتمع عندنا واقع نتاعنا انا الراء اللي رغم اللي كما قالت عايده ما يلزمناش نفرقوا ما بين مراسي وميكسيتي. شنو الراء؟ شنو الراء؟ الراء هو لاكومبانيومون. انا نقول الاولياء بنتك 13 سنه يلزم تعرف مش نخوفوا من رهبوا احنا احنا الراء نبهوا احنا الراء اللي فما اولياء يعملوا في لاكومبانيومون لاولادهم ويهزوهم ويروحوا بهم ويسالوا عليهم وديما موجودين، وفما اولياء بعد ساعات يراء اللي المنظومه الرياضيه هي منظومه الحاجه الباهيه والصحيحه النظريه الموجوده اللي فيها كان نظافه الواقع فيها نظافه وفيها الباهيين وفيها ما نو يلزم ديما لاكومبانيومون والناس حاضره حتى لين نمشيو للحلول هذه. احنا نحبوا الحلول الانيه توا الظرفيه اللي موجوده توا باش نجموا نقدموا على الاقل ونثبتوا حقوق بناتنا وحقوق اولادنا تكون حلول ناجعه واجراءيه. فما مدربين عادل اللي حكيت معاهم تاع كره قدم يقولوا لي البنات يتحرشوا بي موجود هذا فما العكس فما العكس دونك انا شنو نقول نحب نبين برك الاغلبيه تاع التحرش الجنسي هو يواجه الأطفال الصغار ويواجه البنات بأغلبيتهم لأنه فما جسد المرأة والمرأة كجسد هذه باش نبداو واضحين. لكن الموضوع هذا يلزمنا نتناولوه في الاختصاصات الرياضية وفي ممارسة الرياضة، لكن موجود زاد على مستوى الجامعات.
المستوى الجامعات استغلال نفوذ، لأنه أنا شفت وعشت في الجامعات العليا تاع التدريس للتربية البدنية، فما كورقات ضغط وذي أيضا موجود، أو شهاب الضحك موجود في الأعداد وغيره، دونك موجود في الميليو الكل، لكن غالبيته متجه للمرأة، لأن المرأة كجسد. وكعلاش نجاوب عايدة ما نعملش في السيغريغاسيون؟ لأنه ربي يعمل لك، عمل جسد المرأة شيء وجسد الرجل شيء آخر. فما زال سامحني غالبية المجتمع، في غالبية المجتمع حتى في رياضة المعوقين فاقد البصر واللي ما عندهمش في واحد، فهمتني؟ في كل مجالات يرى في جسد ويقول لك استغل الفرصة. رياضة المعوقين لا جمال مثلا عندك كما نقولوا ديزانومالي اكزاكتومون، ويقول بخيتكس انا ما ريتكش وكذا وكذا، لازم السويفي، لازم اكومبانيومون، لازم المتابعه دكتور، وبدايه الحل حتى الافير هي بكلها اسويفري، لازمها اكثر عمق، يمكن تحليل ليش رياضيه بركه راهي اجتماعيه ونفسيه. المتابعه وبدايه الحلول هي بدايه الحديث عن هذه المواضيع اللي محظوره، كما المواضيع الاخرى اللي قاعده تتفاقم، ظاهره من الظواهر اللي قاعده تتفاقم في الرياضه التونسيه وفي الشارع الرياضي التونسي، هي ظاهره الشماته والتنبيه. صحيح في العالم الكل موجود أن الجمعيات وجماهير الفرق المنافسة ترفع لها زائم منافسها، لكن اليوم ولا التنبير خطير برشا، ولا الجهويات ولا سبان ولا استفزاز، والشيء قاعد يتمادى وقاعد يتفاقم بطريقة غير مسبوقة. تقرير لأمل حداد يحطنا في صورة ما يحدث في الواقع الرياضي التونسي، خاصة بعد هزائم الفرق التونسية مع منافسين أجانب. علاش أصبحت الرياضة وسيلة لإظهار نقمتنا على بعضنا وكرهنا لبعضنا البعض؟ هالسلوكيات شنية أسبابها ودوافعها الثقافية الاجتماعية والرياضية؟ كيفاش نجمو نفرحوا بطريقة هستيرية لهزيمة جمعية تونسية مع أي فريق أجنبي؟ ظاهرة الشماتة هي ظاهرة جديدة ومتفاقمة، واقتحمت بقوة مواقع التواصل الاجتماعي بين مختلف جماهير الأندية التونسية، وفي مشهد تراجيدي ومتكرر باتت الساحة الرياضية التونسية تعرف واقع متعفن ومؤسف للغاية. وقت هزيمة الترجي أمام الأهلي المصري في ربع نهائي أبطال إفريقيا، أظهرت عديد من الجماهير التونسية المتعصبة لفرقها حجماً غير مسبوق من الشماتة، وكأنه هذا النادي لا يمثل تونس. وبعد أكثر من أسبوع من هزيمة النجم ضد نفس المنافس، عبرت جماهير الفرق الأخرى عن سخريتها وتهكمها على فريق النجم، وكأنه جماهير كل فريق ينظر لبقية الفرق الأخرى على أنهم أعداء، عوضاً على اعتبارهم مجرد خصم مع افتقادهم التام للروح الرياضية. وأصبحت أفراح جماهير النوادي تتلخص في هزائم فرقنا مع البراني. وسؤال المطروح، شكون اللي غرس فينا هالقدر من الكراهية والحقد والأنانية؟ وعلاش أصبحت رياضتنا تفرق بعد ما كانت تتوحد؟ وكيفاش النجم نعالجوا هالظاهرة المنتشرة في سلوك الجماهير الرياضية؟ إذن الظاهرة كما قلت ماشي جديدة، ظاهرة موجودة من قبل لكن قاعدة تتفاقم، ظاهرة عالمية صحيح، لكن اليوم السبان اللي قاعد صاير خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس اللي تتكلم على بعضها والناس اللي تسب في بعضها، وكأنه الشعب التونسي ليس له شيء يعمله إلا الكرة والتنبير على الفرق المنافسة. اليوم الترجي، غدوة الإفريقي، بعد النجم، بعد النادي الصفاقسي، وهلم مجرا، وهذيك هي فرحة الناس ولات، ولا فرحة الفرق أو جماهير الفرق ما تكتمل وما تكون كبيرة وهستيرية إلا كي تنهزم الفرق المنافسة لها، وليس كما جرت العادة أنه تنتصر الفرق متاعها. سي شهاب، أنت كمدرب في الكرة التونسية أكيد قاعد تلاحظ في الظاهرة قاعدة تتفاقم. قاعدة تتفاقم وفي الكرة، وفي ظاهرة الكره والحقد الدفين اللي قاعد يظهر من خلال الرياضة، اللي عادة هي وسيلة للتقريب، أن الناس تتقارب مع بعضها، لكن ولات وسيلة تبعد اكثر من اللي هي تقرب. نعطي مثال اكثر بليز اكسبليسيت، معناتها اكثر تعبير. قبل نراو تو نقولوا شبيه الصغار نتاعنا يلبسوا مرايتات تاع نظر، معناتها تو يا اخي ولات فهم امراض نتاع عينين للصغار، لا موجوده من قبل، لكن تو ولات الطبيب يمشي للمدارس الابتدائيه ولا الولي يهز صغيره للطبيب ويلوي كونسي دي لونات، يعطي نظارات طبيه. تبقى المشكل هو توا انه الظاهره هذه موجوده من قبل، لكن كانت موجوده في الفضاءات العامه، في الفضاءات الخاصه، في الشارع، لكن ما كانش فما فضاء اللي يخلي يعبر، فما ناس ولا تعمل ابداع على المستوى التعبير في النيجاتيف، يعني في السلبي.
اللي هو الكره هذا ولا موجود على صفحات التواصل الاجتماعي، هو اللي هو ولا موجود فضاء كبير، فضاء فيه برشا حرية، فضاء اكسيسيبل يعني تقدر تدخله وتستعمله بكل حرية. الفضاء هذا هو اللي اعطى هالظاهرة هذه اللي هي كانت موجودة من قبل، لكن خلينا تو نتكلم عليها برشا برشا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو الاسبريم تاع البرفورمانس ولا موجود عندنا في الكرة. احنا كما نقولوا احنا فما شكون يعمل اختراع يعطي دفع للإنسانية على المستوى الطبي على المستوى المعيشي، فما شكون يعمل اختراع يرجع منه سلاح يولي دمار. يعني التدخل الأخلاقي على المستوى الرياضي تمحاها في تونس، مش في تونس حتى في العالم راه يعني الظاهرة مش تونسية فقط. لذلك أنا أقول هل الفكرة أو العقلية متاع la performance à tout sens, la performance à n'importe quel prix هي اللي خلات au niveau de la media معناتها au niveau متاع الإعلام أنه احنا نمروا في الأفكار متاعنا هذه للمطلقي، مطلقي مسيو تو المونت ياخذها المعلومة كما هي ومن بعد هو يعمل اي رياكسيون. لا رياكسيون هذه مش تكون اي رياكسيون فيولونت، واللي نراو فيه احنا برشا فيولونس، فيولونس مش مادي فقط، وهذا يتسمى فيولونس اخلاقي يعني فيربال اخلاقي. واضح. انا خليني ناخذ راي علم الاجتماع مع الدكتور محمد غصن المرسني، كيفاش تقرا الظاهره هذه وشنو هي اسبابها، وهل بالفعل انه يلزمنا نقولوا او ننبه اللي ظهرت فاقمت ولا تمثل اخطر على تماسك المجتمع التونسي؟ فاقمت بالكدا عادل، ديجا الظاهره هذه ما تشملش كان الصغار، اما الصغار حتى الكبار. ولهنا يرجع لانقلاب القيم، القيم الاخلاقيه والقيم الاجتماعيه. قبل كانت العائله لاجون دو سوسياليزاسيون، مازال اول التنشئه الاجتماعيه والليكول والونيفرسيتي والفاك، توا ولا الشارع، والشارع فيه الايجابيات والسلبيات. فهمتني؟ توا الاكثريه كي تدخل القاوي وتشوف الديبا نتاعهم ماهوش ديبا كيما نقولوا كونستركتيف معناتها بناء، لا تاع شميتا نتاع شبي جمعيتك هكا علاش هكا. دونك ولا فما ان سونتيمون دو جالوزي، هذه الحاجه الاولى، دو ان، فما الحقد، فما الكراهيه، فما زاد الفردانيه، فما حتى الفردانيه معناتها اون بارل بلو لو ميم لونغاج، ما عادش لانتيغي ناسيونال معناتها، ولا الليم ناسيونال نتاعو والفريق نتاعو تو سامبلومون. فهمت؟ ما عادش عندك الوازع والرايه والشعور والجماعي والوعي الجماعي، ولات فردانيه معناتها، ولا الانسان ولا يعبر، ما عادش يعبر على رغبته. فهمتني؟ كوم كوا راهو الفريق نتاعي ناحي الرايه الوطنيه وناحي الفريق القومي، راهو الفريق نتاعي اذا مثلا وصل لان ستاد كيما نقولوا مثلا لعب وشارك في المسابقه القاريه واحد، واذا خسر سي نكسه للفريق نتاعي. ما يهمنيش مثلا اسكو كو الاسبيرونس ولا الكلوب ولا سي اس اس ولا القروين، سي سكي كونت سي سون كلوب هو. فهمتني؟ هو الرايه الوطنيه، وهذايا تو سامبلومون معناتها من زاويه علم الاجتماع اللي القيم سي بلو كوم افون. القيم تبدلت، فهمتني؟ الاخلاق تبدلت، التربيه عندنا مشكله قيم في تونس اليوم. نعم عندنا مشكله قيم، التربيه هذيك هي المشكله الرئيسيه، راهي مشكله قيم تونس برك ولا العالم بكله والعالم المغاربي والافريقي. ما نسالك سؤال، ظاهرة مستفحله كبيره برشا. وي نسالك استاذ، اعطيني مره واحده اعلامنا مقابله نتاع كره قدم وترقى رئيس نتاع نادي، بحذا رئيس نادي، الكاميرا الكل تصور فيهم وينتهي مهما كان الرهان. مهما كان الرهان، مهما كان الاندفاع فوق الميدان، مهما كان الرهان ورهان، وريناه الاندفاع، شفناه، عشنا مقابلات في اوروبا اندفاع كبير ياسر، ودي كارتون روج. شوف الرئيس كاش يقف وكاش يتكلم مع الزميل نتاعو، وشوف اللاعبي اللي عمل الاندفاع الكبير واللي ربما خرج بكارتون روج ومن بعد يدخل ويعنق زميله راهو. انا شو نقول؟ انا تفكيري شو نقول؟ احنا انا جو بونس نقولها اللي ما فماش تلامذة خايبين، فما معلمين خايبين، ما فماش تلامذة خايبين، فما اساتذة خايبين. هذوكم هما وينجم راهو انت التلميذ، انت كيفاش تقولبو وانت كيفاش تعطي صوره. وقت اللي احنا الـ 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 المسيرين الرياضيين يستغلوا المنابر الرياضيه باش يبدا يضرب في الـ في الـ في الـ في الـ في الكلوب الاخر، ما يتكلمش على الكلوب نتاعو، يضرب في الكلوب الاخر
ويبدا يتكلم ويقول شوف كيفاش الهياكل تعاون في الكلوب هيك متعاونش وشوفوا في التحكيم وشوفوا في هيك وشوف سي نورمال سي نورمال باش كل واحد المتلقي هو جمهور عنده الانتماء واحنا نحبوه عنده الانتماء هذه ظاهره والاعلام عنده مسؤوليته صحيح الاعلام عنده مسؤوليته فما الافراد زاده في الانتماء اي لا وقت اللي انت انا شو قلك فما يقول لك دي دوغري يقول لك انا وقت اللي يلعب البرة يلعب البرة هو ماهوش منتخب وطني باش يعمل لي هذاك تبقى راه ولا ظاهره كبرت ولا الكلام الزايد ولا الشماتة ولا الكره سخرية. ولا السخريه ولا الاستهزاء ها انا شنو نجم نقول انا تعرف الرياكسيون تاع الجماهير وقت اللي كيما توا شفنا المقابله الاخرى الترجي الرياضي التونسي في النهائي نتاع الهوندبا شنو اللي صار في المحد شفنا وقت النادي الافريقي شنو صار الترجي شنو صار تعرف انا وليت نمشي حتى للجزئيه نقول ربما الجمهور هك رده الفعل والتكسير اللي يصير في المدارس وكانه تخليه في الاخرين باش يتشمتوا فينا تخليه في الاخرين باش اعطيتوهم الفرصه باش يتشمتوا فينا احنا وكانها رده فعل دونك الخوف والشماته نتاع التنبير اكثر من الخوف من الخصم اكثر من الخوف من الخساره واكثر من الخوف من الخصم علاش على خاطر المسير وقت اللي يخرج أي وين موجودين أو موجود وراء جوج دوتوش تيريناها وإحنا شفناها والعركة الكبيرة اللي صارت في زوزة جماعة وراء جوج دوتوش من الغادي ريتهمش الفوق زوز مع بعضهم راي هذاك مساج راو كي توصلوا المساج وكل واحد هيك إذا كان أنت توصل المساج نيجاتيف أوتوماتيكمون وخاصة الكلام والاخر يتكلم على الصخر نتاع اسمها هي الجودوران نتاع رادس والاخر يتكلم على درشنو راهو شيء كبير راهو هذاك هو اللي يغذي وخاصة الكذب على المساج متاعك باش تعديه لجمهورك كي تكذب عليه انت تكذب عليه ومتقلوش متعديلوش الخطاب الصحيح متعطيش الحقيقة وتولي تلوج انت باش تدرق وراء الفشل متاعك تقول راه الهياكل والحكام وهذاك والاخرين عندهم بيبان منين يدخلوا واحنا ما عندناش بيبان وتولي تتخلق هيك الواحد هيك تتخلق الشيء هيك كي تخلق يولي ردة الفعل حاجة اخرى زادة سعاد فما حاجة اخرى فما حاجة اخرى عادة مهمة جدا في الكونفيغوراسيون اكتويل دو بيي اللي هي وليت نوع من الظاهرة الاجتماعية لخاطر ما عادش فما الحس الوطني لسبري دابارتونونس للوطن شو اللي فما تعصب للجمعيات على مستوى الجمعيات معناها توا الجمعيه كونسيديري من احبائها دوله داخل الدوله انا شفت ديزارتيكل اللي تكتبوا رئيس الجمهوريه يستقبل رئيس الدوله وقت اللي سيد رئيس الجمهوريه يستقبل سيد حمدي المدبي برئيس الترجي الرياضي التونسي شفت كتبوا مقالات رئيس الجمهوريه يستقبل رئيس الدوله معناها يستقبل اما الرؤساء كل ولا يستقبل معناها وليت الجمعيات وليت الجمعيات دول داخل الدوله وليت في الجهات مطالبه بانسلاخ على البلاد في الجهات كل جهه تقول لك انا بلاد وحدي برشا جهات يقول لك انا بلاد وحدي راهو هذا واقع قاعدين نعيشوا فيه يقول لك انا بلاد انا دوله معناها فما اكل ليدونتيتي ناسيونال اللي هي تلم الناس الكل ما عادش موجوده معناها يقول لك ايستقيم الذل والعود اعوج وقت يشوف الحاكم تصرف الحاكم نتاعو تصرف الحاكم نتاعو مش في مصلحه البلاد لذا يولي يقول لك انا نحب نستقل بلاي عادل سمحني حبيت غير كلمه تفضل شوف انا نرجع هدايا لاسباب سياسيه في 90% من الحالات شوف احنا في عهد بورقيبه شكون رؤساء الجمعيات عايده رؤساء الجمعيات هما الوزراء بتاع بورقيبه ولا المقربين ولا اي المقربين للنظام والا معناتها الموظفين السامين جات بعد فتره تسليم شيبوم تحبوا ولا تكرهوا بعد اليوم مشينا لحاجة أخرى مشينا اليوم ولا رئيس حزب أحزاب سمحني اسمعني ولا رئيس حزب شوف مدام السياسة تحط يدها على الرياضة تصبح الرياضة كالسياسة ميدان وتوليكو سون بيربي كل شيء مسموح اما كان فما احترام كبير بالطبع ثم بالطبع سامحني تقديم تحكي على مسؤوليه سامحني نتكلم انا قلت تكلمت على ثلاثه فترات
أنا تكلمت على ثلاثة فترات لين وصلت لليوم. ما فيهاش تدابير. ثم أسباب اقتصادية واجتماعية. أنا والمكان اللي التونسي باش ينجم يعبر فيه مش يعبر في الملعب. الحاجة الأخيرة اللي نحب نقولها، أنا شيء هذا ما يقلقنيش، لا يقلقني اللي تقال في فيسبوك ولا تقلقني شيء. اليوم خطير في الملاعب متاعنا، اللي مجموعات من نفس الجمعية يتقاتلوا. وقت نقول لك يتقاتلوا، خاطر تشوفهم في الملعب بالسلاح الأبيض، تشوفهم بسيوفة يتقاتلوا ضد بعضهم. خلينا نرجع للحكاية الأخرانية. شوف، أنا عشت في روما، الكره ما بين روما ولاتسيو ما عندكم حتى فكرة، الكره ما بين كالاتازاراي وبيجيكتاس ما عندكم حتى فكرة، الكره ما بين بوكا جونيورز وريفر بليت هذية بالنسبة لي أنا ظاهرة صحية. أنا ما يقلقنيش الكلام وما يقلقنيش السبب. وقتاش نتخلق؟ نتخلق لا، وقت تتعدى للعنف البدني، وقت توصل للعنف البدني. لأنه نشوفهم في الملاعب كل يسبوا بعضهم واحد وكل. شوف، الملعب مش جامع، ومرات ما بين ذفرين ممكن معناتها الحاجة اللي تمشي تفرش فيها فك الجماهير معناتها يبدأ. أما وقت توصل للعنف البدني وتوصل ما بين مجموعات من نفس فريق بالسيوفة وبالسلاح الأبيض ما بينات بعضهم، لا يلزمك معناتها تتوبوز دي كيستيون. على كل حال، سألنا الجمهور، احنا رياض الساحلي وماهر الحمامي سألوا الجماهير الرياضية على رأيهم في الظاهرة، نسمعهم شو ما قال. الظاهرة عالمية ما في تونس خذيت أبعاد أخرى. الظاهرة ولك كنا قبل سابقا في الستينات وبداية السبعينات كنا نجتمع من جروب سيبورتير مستار ميكلي حمامنا، كنا نتقابلوا ولا ثم بسات ثم صوات يقع في الشددوت والمنزل ولا ثم ضرب ولا ثم جهويات. يقضوا على الكيبيت الأخرين على خاطر هما يكيبتهم التجمش تربح، يقضوا على الكيبيت الأخرين. هما مرض اسمه الغيرة من داخل ما يتنحاش. حاجة مش مفهومة علاش معناتها وصلنا لطريقة لدرجة هذه. كل واحد يشجع جمعيته ويحب الجمعية الأخرى تخسر. مسوسة مثلا في العاصمة لهنا خويا من فهمتش أنا علاش نكرهوهم. فهمتني؟ وهم اكثر منا، راهم باش نكونوا واضحين، هما راهم يكرهونا اكثر. ديكلاراسيون تاع مسؤول تخرج العباد مغلق للشارع، هذاك هي اللي خلق الكره في الكره التونسيه. موجوده في العالم الكل، خاطر هذيك هي السيخه تاع الكره، هي الكره كيف في حد ذاتها. السبب الوحيد والرئيسي هي الجهويات، الناس ولات معناها تتعامل مع الجمعيات على اساس الجهويات. احنا كنا على فهم انت توانسه، معناتها فهمت شنو هذه كوره، مش تولي مادونيه معناتها في الكوره ما تجيش. خسرت الاسبيرونس، تشمتت كفايه كلوب افريكان، تشمتت فيها الجمهور النادي الساحلي، خسرت كلوب افريكان كيف وصلت دانيال مور للنجم الساحلي. بصراحه عيب ما يجيش مهما يكون الا هي معناتها جمعيه تونسيه. وصلنا معناتها نشجعوا في كيب مصريه. قله وطنيه تسمى، من سماها كان قله وطنيه، معناتها العباد الكل ما عادش شكلي تبدلت العقليه جمله، فهمت، وليت شمايت في بعضنا تكره بعضها النوادي. مشكل عقليه اللي فات داكسبتي لوتر. حتى في الاوروب كيفاش جمهور الميلان يفرح لخساره جمهور الانتر، جمهور الانتر يفرح كيف بالعكس. في اسبانيا كيف هيك نشوف الكلاسيكو نتاع برشلونه والريال، نوادي منافسه تكره بعضها. فما ظاهره اللي تعدى الكره نوادي المنتخبات، واللي واحد يكره حتى المنتخب نتاعو بحكم لاعبين النادي نتاعو ما منتماش للمنتخب، واللي يفرح حتى خساره المنتخب. طبعا الاراء تختلف، لكن هناك اجماع لانه فما كره، فما حقد، وفما تو سمعنا اخر تصريح يقول لك الكره نتاع النوادي يولي يلحق المنتخب التونسي، فما شكون ولا يتمنى خساره المنتخب التونسي، وهذا خطر كبير لانه معناها يولي يفرق في حب الناس للوطن. ما خليني عادل بعجاله نعرف الشماته. الشماته هو انك تشمت في منافسك اللي يولي العدو نتاعك، هات نعرفوها ساعه قبل باش نعرفوها، تشمت فيه. انا اربع عوامل باش نرجع نتفاعل مع سامي اللي تفهمني الجانب هذا. العامل الاول تاريخي، جبد علي سامي اللي في بدايه تاريخ تونس، وشفنا بورقيبه حتى حاول باش يعمل لكونستركسيون دي تاناسيون، نحى هذا الانتماء الجهوي وغيره، وحاول باش يوحد. هذاك علاش قال السيد في سنوات 60 اللي وريناه في الفيديو، كنا نقعدوا مع بعضنا لانه كان عنده لا كوهيزيون ناسيونال، لا كوهيزيون اوسي سوسيال. هذا الاول. العامل الثاني اللي هو السياسي،
ما ننساوش في الحكومات اللي تشكلت كانت الأسماء تنتمي إلى جهات معينة، وقعد في الذهن في الميموار متاع الجهات هذيك أنه هذيك الحكومات متسلطة وهي جهات دونية وماخذتش اللي تستحقه، وعكس ذلك جهات خذت أكثر من جهات. العامل الثالث اللي تأكد ياسر بعد الثورة هو العامل اللي نفسي اللي حسب رأينا اللي يشبت شنوه يعمل إنه دي شارج امتصاص الغضب متاعو على فشل غيره، معناها يعوض الفشل متاعو فشل غيره، وهذا يتحدث عليه علم النفس الاجتماع برش. إيش يعكس برك؟ بعد يعكس يعطي على مستوى رياضي كمل لي شنو يعكس بالضبط بعد ما توقفوا مع طبعا وقفة إخبارية أخرى وأتالة إخبارية مع رياض الحمروني. مرحبا عادل، مرحبا بكل مشاهدي قناة حنا بعل في بالمكشوف نيوز. البداية برابطة أبطال أوروبا ونتائج الليلة، هزيمة بازل السويسري أمام سي اس كا موسكو 2-1، انتصار مانشستر يونايتد 2-0 أمام بنفيكا، فوز عرير لباريس سان جيرمان أمام أندرلخت 5-0، سلتيك الاسكتلندي ينهزم أمام البايرن 2-1، تعادل إيجابي بين أتلتيكو مدريد وكارباكال أذربيجاني 1-1، روما 3-0 أمام تشيلسي، سبورتينغ لشبونة اليوفي 1-1، و0-0 بين أولمبياكوس وبرشلونة. هذه أبرز النتائج الليلة لرابطة أبطال أوروبا. ننتقل إلى التصفيات المؤهلة للكأس للمونديال روسيا 2018 المنطقة الأفريقية. المنتخب المغربي تشكيلته بتشهد عديد الغيابات في اللقاء المرتقب ضد المنتخب الليفواري يوم 11 نوفمبر، غيابة بيرزا بداع الإصابة على غرار محترف اليوفي المهدي بن عطية، وكذلك اللاعب أسامة طنان، وكذلك يوسف بن ناصر في المقابل عودة زوز لاعبين سفيان بوفال لاعب ساوثامبتون الأنجليزي، وكذلك سفيان مرابط لاعب فاينورد روتندام. من المغرب نمشيو للجزائر. الناخب الجزائري رابح ماجر أعلن عن القائمة اللي بتواجه نيجيريا يوم 10 نوفمبر في قسنطينة. القائمة شهدت استبعاد الحارس الأول والأساسي رئيس المبولحي، وكذلك استبعاد سفيان فيغولي مقابل عودة عديد اللاعبين على غير الحارس فوزي الشوشي، عبد الله مومن جابو، بغداد بنجاح، وكذلك الثلاثي المغضوب عليهم في الفترة الأخيرة واللي هما محترف ليستر سيتي سلام سليماني ورياض محرز، وكذلك نبيل بن طالب. محليا أعلن اليوم فريق أمل حمام سوسة عن تعليق نشاط النادي في كل الفروع، ذلك بسبب الأوضاع المادية اللي يعاني منها الفريق. نختم بكرة اليد، وإن أعلن الاتحاد الأفريقي أن قرعة بطولة أفريقيا ستقام يوم الجمعة 3 نوفمبر بالعاصمة الجابونية ليبروفيل، وللتذكير فأن بطولة أفريقيا ستقام في الفترة ما بين 16 إلى 28 جانفي 2018. هكا وصلنا لنهاية فقرة بالمكشوف نيوز، بقية سهرة طيبة للجميع. شكرا لك رياض الحموني، ولو أنه فهم بعض الصور ما عندهاش علاقة بالأخبار اللي كنت قدمتها، يعطيك الصحة على كل هذه الأخبار. نرجع مع عادل بخصوص طبعا هذا الموضوع، وخليك توصل الفكرة متاعك. صحيح، قلنا الجانب الرابع اللي هو بعد رياضي في كرة القدم يعطينا فكرة أيضا على التنافر اللي يقع بين المجموعات هذية، والمجموعات هذية خليني أقولك مش تعبر في اللاوعي، لا تعبر في الوعي المخفي، وذاك علاش أن وراوه وقت اللي باش محاولة منه في انتماء منه عن طريق النادي متاعو ألوان النادي متاعو ينجم كما سبقت وقلت أنه على المستوى الرياضي يزيد في الكراهية لكن خاصة مع الناشر الروح الرياضية. وظاهرة صحية خويا سامي وقت يكون عندنا المستوى الثقافي وعندنا روح رياضية عالية، واللي من شأنه أنه ينجم يمس انتماءنا للوطن وبالتالي حبنا المنتخب الوطني باش بعدد اللاعبين اللي جايين من فريق واحد يقول يكره 8 من التراجي، يقول لك خشوا اخويا ما لخذوها التراجي، كي ياخذ 5 من الفريق الاخر يقول لك ما لخذوها الفريق الاخر، او من تسميته الاطر الفنيه المدرب الوطني منين ذاك من نجم ذاك من التراجي، ينجم يزيد يغذي النعرات هذه. الحل هو انه الناس هذو من وعيه، اش معنى وعيهم؟ انه في المقالات اللي تتوجد خاطر ندخل نشوف حتى شخصيات كلاها الانتماء للجمعية وكلها الانتماء للألوان كلها بلاحة بالعام غيبوا الوعي الثقافي متاعهم. هذوما مطالبين اليوم أكثر من غدوة باش يعطيوا دروس في الاتجاه هذا وباش ينوروا الناس ويبدأوا بأولادهم أنه العصبية لأني هذية والانتماء. هذه بعض المقالات، نماذج من المقالات والربما الاستاتيو اللي يابتوا على الفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي
نحينا بارش اللي ما يستحقش انه يتعدى، لكن جانب حابين نحطوا ناس في الصوره لما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي. عدد فضل. في النقطه هذه بالذات لي سبورتيف اللي لعبوا برشا سبور واللي انا ننتمي لهم ومنهم، واللي رانيو برشا واللي دخلوا برشا الفيستيريت واللي تبعوا برشا الرياضه يعرفوا اللي سو شومبري سي اوسي سا في بارتي دو سبور. معناها لي كلوب ولا جمعيات ولا حتى زوج اصحاب، واحد اسبيرونتيست واحد كلوبيست ولا واحد ديليميت، معناها لي واضح واضح بيان سور فما دي ليميت، معناها باش ما توصلش للسب ولا لابيل لا فيولونس اللي ليميت فما هذا. اما فما فما منافسه رياضيه وفما منافسه رياضيه وتنافس على الالقاب يوصل لحد الكراهيه الرياضيه. كراهيه رياضيه بحته وتقعد في في الاطار نتاع اللياقه حتى في على المستوى الوطني، مش حتى كي يخرج لبرا. مثلا وين عشتها واحده من الناس، مثلا كي تلعب انت اون دومي فينال تلعب نصف نهائي وتخسر مع فريق، الفريق هذاك ازاحك ما خليكش تعيش فرحه النهائي، كي يلعب هو النهائي ماذا بيك هو يخسر ما يعيشش الفرحه هو، انت كرياضي ماذا بيك يخسر. معناها كيف كيف معناها كان ازاحك هو على المستوى الوطني جاي هو الاولاني ومش هو خرج باش يظهر على المستوى الدولي والقاري، بعد انت بالنسبه ليك حرمك من انك تبرز على المستوى الدولي والقاري، اي ساكريك المنافسه كافيلو بانيير دو شامبري وكل شيء. افكتيفمون على ذاك على ذاك انا قبيله قلت ليجيتيم الكراهيه معناها هذاك قلت انه الظاهره هذه موجوده من قبل وموجوده حتى كما تحكي انت في حجرات الملابس موجوده حتى عند المسؤولين، خلينا نحكيو بصراحه اي موجوده شاكر نتراك حتى المسؤولين، لكن سمحني قالك هزيمه فرق معينه تنحى لي الضغط انا المسؤولين يقول لك ما يمشيش المسؤول الفلاني ما يتظلمش وما يسكتش. على شو نحكيو توا مدربين كيف كيف ما نحكيوش على حتى جوار عادل حتى جوار رد بالك حتى جوار مع صاحبه من فرد فريق ياخذ له بلاصته ويقول لي ماذا بيه ما يمركيش، يقول لك ماذا بيه ما يمركيش فما مسيرين خرجوا من جمعيات كانوا يسيروا فيها ولو يتمنوا جمعياتهم تخسر شنو تحكم اي موجود اي باش ما ينجحش اللي بعده يا سير وبعد كي جاي مسؤوليه يولي فهمت يضرب البنيه ويظهر يعمل فك السينما نتاع الدفاع المستميت على جمعيه ما ماهوش هذا شعور فما كنت و... ايضا تصرف هذه سلوكات مرضيه بالضبط مرضيه هذاك علاش لا انا نحكي على الشعور تعطي للمنافسه وين الشعور انا نحكي على المنافسه الرياضيه مش المرضيه انا نحكي راه بالضبط وين سامحني تفضل الشيخ انا قبيله كي بديت في التدخل بتاعي الشعور هذا قلت موجود من الاول اللي غريب علينا هو كيفيه التعبير عن الشعور هذا هذا هو جديد ما كانش خاطر فما وسائل زاد الاتصال الاجتماعي كان فما فيسبوك وكان فما حاجه المعلومه تخرج في سكوند على سكوند بري الماتش مازال يتلعب و50 الف ستاتيو يهبط سي سا اوسي اللي زاد اجج هذا كان موجوده ما في القهاوي وذاك ولا يخرج للعموم بالضبط هذا اللي خلى اللي خلى لا رياكسيون ولات اكثر عنف انه وقت لي ولا ابداع على مستوى التعليق على مستوى الصور على مستوى ولا ابداع 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 فني لكن في محتوى في محتوى محتوى عنف المحتوى العنف هذا اللي هو في التعبير على صفحات التواصل الاجتماعي تعدى للعنف حتى الجسد اللي يحكي عليه سامي قبيله يعني ظاهره ظاهره صحيح اما بعد ساعات فما فما والله فما تنبير ضامر بعد ساعات موجود مش اللي مش اللي نادي للعنف فما تنبير زامر بريكدي اكل تبيد لاكيكا كان سو شومبري اترافير لي ستاتيو محلاها محلاها رجع لك سيم تفضل هذا هو هذا الفكره هذا تفضل سيم جست دقيقه برك حبيت نقول حاجه مهمه احنا نقولوا شنو المخاطر انا تكلمت على العنف الجسدي احنا لعشرات السنوات الشيء هذايا يتحول الى الفريق الوطني ثم الكلام تاع الترجي انا عملت كؤوس عالم وعملت كؤوس افريقيه كلوم تاع الاسبيرانس وحده كلوم تاع الاتوال وحده كلوم تاع الكلوب سفاكسيان وحده وهذاك يأثر على النتائج ويأثر على على الأجواء صحيح أنه الظاهرة هذه تقلصت شوية على كل حال نتوقف مع أمل الحداد في دفعة ثانية من تفاعلات سادة المشاهدين أمل أهلا وسهلا بك لك الكلمة أهلا وسهلا عادل من جديد مرحبا بكم من جديد ومرحبا بتفاعلاتكم واللي خلط علينا وما بديش الحصة من أولها مع اللي كان يدخل لصفحتنا على الفيسبوك بالمكشوف باج أوفيسيال يلقى كل مواضيع وكل ما حكيناه اليوم في حصتنا اليوم تنجموا تتفاعلوا تخليوا لي كومنتير نتاعكم وإلا تبعثوا دي ميساج بريفي تنجموا زادة تفاعلوا على صفحتنا على الفيسبوك أنيبال وإلا زادة تفاعلوا عبر الميل بالمكشوف @anibaltv.com.tn وإلا زادة تفاعلوا عبر تويتر
متر بالمكشوف. ونبدا مع موضوع التحرش الجنسي يا عادل. وفيما يخص موضوع التحرش الجنسي، محسن بوجلبان نهاد السلمي يراو انه جاء الوقت باش يقفوا مسؤولي الرياضه عندنا ويوضحوا هالامر الخطير. منى بوخريس تقول موضوع التحرش الجنسي في الرياضه التونسيه وبصفه اخص النسائيه منها يبقى مهمش للغايه، في نفس اكثر من يعقوب، وقع تسكير اكثر من دوسي في المجال الرياضي ومشيوا فيها برشا بنيات. متابع اخر يقول لكم في الكره الطايره والا كره اليد، هل من المعقول يا دكتور دخول مدرب الفتيات لحجرات الملابس مع البنات مع نساء اكفاء في تونس لتدريب الرياضات الجماعيه النسائيه؟ يا عايده اكيد تجاوبونا بعد على الاسئله هذه. ومع موضوع الشماته، حسين العليمي يقول لكم موضوع الشماته موجود على المستوى العالمي، شفناه بالاخص بين البرسا والريال. سامي بن زيد يقول للاسف ظاهرة الشماتة تغطى على شبابنا، نتأسفوا كي نشوفوا ولادنا وشبابنا ما يهمهمش صورة تونس على قدر ما يهمهم الشماتة والتنبير. ونفسي نفسي باسم يقولكم يا جماعة الأصل في الرياضة أنها تجمع وتوحد، وفي تونس نلقاوها تفرق جراء التعصب والأنانية. علي الحمداوي يقولكم وضعية الكرة في تونس وصلت الحالة مزرية، مالوغوزمون جمهور ينقم في خسارة جمعيته ويزيد ينقم على المنتخب كي يتم استدعاء لاعبين فرق على حساب لاعبين آخرين لخدمة مصالح أشخاص معينة. يا جماعة شوفونا حل القضاء على فساد الرياضي. عاطف السلامي يقول عقلية الشماتة هي عقلية مغروسة في التونسي بصفة عامة، تولدنا بها من الصغرى، واللي صار يعادل في حي هلال نهار السبت في الليل شوف العقلية هذه وين تنجم توصل بين الجماهير. معركة بين مجموعتين من أحب النادي الإفريقي نجر عليها إصابة 4 أعوان أمنية. يا عادل باي على كل حال مشكور جدا، ونحيل الكلمة للدكتور محمد غصن المرسي المختص في علم الاجتماع حتى يفكنا شفرة هذه الظاهرة اللي صحيح موجودة قلنا عالميا وما هيش استثناء، لكن انه فو با كومباري لا كومبارابل. معناها تشوفوا كيف كما قال سي محمود، ناس تخرج تسلم على بعضها وناس تحترم بعضها، لونجو كبير برشا، فما الاحترام وفما الاقدار. ما شفناش كراسي مهشمه، ما شفناش بوليسيه تضرب في الناس والناس تضرب في البوليسيه، ما شفناش العنف، ما شفناش الحقد، ما شفناش الكراهيه اللي ولات موجوده في الشارع، في المكاتب، في المعاهد، في الفضاءات، في الاداره. نحكيو على الكوره ونحكيو على الجمعيه اللي خاصه الاخرى، وكيفاش نزين وكيفاش نتشمت وكيفاش ننتقموا بطريقه اخرى. نزين ولا عادل نزين وخدمناش، قاعدين نشوفوا في لو بروبليم غيال. المشكله الاساسيه اللي كانوا فما برشا اطراف تساهم وقاعده تاجش، كما وسائل الاعلام، كما الصحافة المكتوبة، كما في الإذاعات ترقى ساعات تقلم وش ماشي بالكدي يحكي على جمعية وظهر هو مونسيبل فوق لوي يحكي على جمعية وتغافل على الجمعية الأخرى. فما الاسبخي دو فافوريتيزم، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية سامي تناولها، قال العنف ما بين لي جروب، ترقاو مثلا لي جروب كي ابارتيانو ميم كلوب يبدأ عاتي بالظهر للجمعية، جمعية طلبوا عاتي بالظهر اغنيات منافية للأخلاق، فهمتني؟ المشكلة في اللي جروب تلقاهم عندهم مشاكل في الأحياء متاعهم، يجوا يفضوا مشاكلهم في الستاد، كم كوا الستاد هو وسيلة للتعبير. أولت في الأحياء انتقلت الجماهير، هي المصدر في الأحياء، يجوا يحلوا مشاكلهم. تقولون هذه الظاهرة عالمية، أولت في الأحياء، عارف معنا بالمجموعة يجوا يفضوا مشاكلهم، فهمتني؟ في الستاد، فهمتني؟ وينو لو سونتيمون دابارتونونس لهنا؟ وينو من رؤساء الخلايا في المجموعات؟ ترقى مثلا كما نقولوا دي زادوليسون، وكي تقول انت ادوليسون كريز دادوليسونس، كيفاش مش تاثروا انت هذايا؟ وما يعرفش شنو هو لي نورم، ما يعرفش شنو هو القيم، وي بيس با لو بور اي لو كونتر، ما يعرفش نورمالمون ما يدخلوش للستاد اقل من فوالا، هذايا اشكال زاد نورمالمون ما يدخلوا. لا لا يدخلوا دي زادوليسون قاعدين يدخلوا ميم حتى 17 ans 16 ans ويدخلوا، فهمتني؟ ومعروفين لي ميم تيت زعما بارتير دو 18 ans فوالا. لا لا يدخلوا قاعدين يعني يدخلوا. يعني في نهايه الامر خلينا نسالوا السؤال المطروح، اللي مطروح معنا في جمله هذه التطورات وهذه الاحداث قاعدين نعيشوها، هل نعيشوا احنا حاله انفلات في البلاد؟ انفلات اخلاقي وتربوي وثقافي واجتماعي؟ نعيشوا انفلات وان ماليز، أماليز فهمتني، أماليز خاصة السلوكيات تاع تونس تغير، سي على ليماج دو بيي، فوالا أماليز سوسيال وبسيكولوجيك ونفسي واجتماعي وأخلاقي، اللي هي معناها مجال بطبيعته كيما كان يحكي عليه سامي قبيله، هو معناها سي با لو تياتر،
الرياضه يمشيو العبيد حتى البرا راهو يحكي تو الاستاذ قال لك يعطيو بالظهر حتى البرا يعطيو بالظهر لي جروب دانيماسيون يعملوا الدخله نتاعهم وما يتفرجوش في الماتش ويبداو عاطين بظهر الجروب كامل وهما يغنيو يا ويل شامبر لوتري كي ماجيوش لي جروب دانيماسيون باش يتفرجوا في الماتش راهو جيو باش يعملوا كالامبيونس هذيك سوسي دي معناها سي ليماج دو بيي هي لو سونتيمون دامبينيتي علاش قال تو هو يبداو في الاحياء عندهم مشاكل يهزوها للاستاد خاطر في الاحياء يمكن يجي الحاكم يهزو في استاد فما ولات ولات في المعاهد ولات في المدارس لكن تو لكن بالقانون الجديد يظل ماهوش مأطرين يا شيخ ماهوش مأطرين وكأن هذوما يلزم شويه على الفيروس استاد على الانتماء نتاع الفرق نتاعنا كي تخرج تلعب امام في راح نحكيو على الشماته والتشفي والحقد اللي قاعد موجود شماته في الفرق في الفرق نتاعنا اللي تلعب تلعب ضد فرق اجنبيه نفحوا الهزائم تاع الفرق نتاعنا اكثر من نفحوا الانتصارات فرق لا لازم نشوفوا يخليك ساتورامين باش تتخمم اللي كان في وسط بعضهم يتعاركوا بالطبيعه باش يوليو ما يحبوش ضد الاجنبيين تلخص سكر الموضوع ماناش باش نحلوا الحل هذا باسلوب قمعي وامني واحد انا نامن بحاجه سي لا كومونيكاسيون التواصل ولا بريفونسيون ولا سونسيبيليزاسيون هذا هو معناتها لازم معناتها نعملوا كيما نقولوا دي سيلول لا قمع مامون دوني عطا عطا اي عطا مش هي النتيجه اللي غانز عطا اي في وزير الداخليه نتاع فرنسا سامحني قمع عطا عطا في عطا في لانجلتير ولو يتوقفوا وقت معناها لي تروبل فات وهذوما اللي يعملوا في لي تروبل في الاستاد نهارة الواحد يلمهم يحطوهم في المركز ليه حتى الردع يعطي هذا صاير لهنا سامحني صاير انت قلت الحل مش ردعي يا استاذ الحل زاد ينجم يكون ردعي ينجم يكون توعي ولا تحكي عليه قبل لا فما ديستاد سامحني لا فما ديستاد خليني هذاك الاستاد فينال الرابع فما ليستاديي ماهوش التشابك كيما البرا فما ليستاديي اللي هما مؤطرين نتاع الجماهير وما يتفرجوش في الماتش زاد هما يقعدوا يغزروا كان للجمهور ما فماش كالاشتباكات الرد نمشي معاك رد هذاك الاستاد اخر استاد اما لا فما اسلوب الحوار فما اصيب الحوار فما دي سيلول فما فيولونس لا فوالا حوار ليه لازم لازم تحسين لازم نوعي خلي كمل خلي كمل لازم نوعي الردع هذاك انت غني استاد خاطر الردع نقعدوا نحفروا في الماء راهو تضربوا من بعض يطلع لك باهي مع وتولي لا فونجونس تولي ريفونديكاسيون تولي وعد تولي قمع مع الكومينيكاسيون والتوعي وبعد هذا 10 سنين نحكي على التوعي التوعي لازم نعاودوا في نفس الغنيه لازم الاجراء معناتها شنو هي معناتها لازم عمل اجرائي مش كلام اكاو فضفضه معناتها الصفصه الكلاميه لازم تهبط للتيران وتشوف وتحل لهم مشاكلهم فهمتني وعلاش انت تو رياجي دو سيت فاسون لا تشوف تسمحهم اي تهبط للتيران وتمشي للاحياء وتسمحهم تشوفهم الجروبات بوتيتر فما ميساج يحبوا يقولوا ما يسالش تسمحهم فهمتني وتحاول مثلا كيما نقولوا تحاول كيما نقولوا تعيش معاهم il faut avoir le côté empathique راهو il faut se mettre à la place de l'autre pour ressentir les douleurs peut-être عنده معناتها كيما نقولوا مالاز عنده دي دولور صارت على مستوى المرصد صارت على مستوى المرصد وعملها عالم اجتماع كيفك اللي كان مدير المرصد اللي هو سي جويلي سي محمد الجويلي وكان يحكي مع لي جروب دانيماسيون فما كونتينيتي وكان يأثر فما كونتينيتي معناها ما عطاش فما كونتينيتي الكونفيغوراسيون تبدلت نتاع المجتمع بعد الثوره لازمني نعرف كيف تعمل قبل الثورة توا وليت مجتمع آخر وسلطة أخرى إذا أنتم علماء الاجتماع ما فهمتوا حتى شيء مع التغيرات راه المجتمع هي كونفيغوراسيون جديدة المجتمع يتبدل فوالا 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 كلمة دكتور بسرعة بسرعة أنا حبيت نقول اللي نحكيو على الشماتة والكونسيكونس نتاعها تنجم توصل فيولونس وليزيفي دفول هو اللي يهز لي فيولونس هذا واحد خبينه لكن نحكيو أساسا على الشماتة الشماتة هو نوع من الترهيط كي يقولوا نوع من الترهيدة والتمقعيرة على يعكس انتماء ويعطيك نوع من الديشارج نقول انا هو تتفرغ هو مش الترهيد زاد فما التشفي تشفي اللي داخل فيها الحقد واللي فيها الكره بالضبط واللي فيها البغض واللي فيها عداء للنجاح بالك تحب اللي معاك ولا اللي جارك ولا الجمعيه المنافسه نتاعك انا مكسره مهدمه محطمه وشيخ وصلنا نقولوا سامحوني في الكلمه احنا نحترم كل الاديان نقولوا فريق هذاك يهودي وصلنا نسمع في بعض حتى على الفيسبوك بعد ان شاء الله الطياره تطيح بك الجمعيه هذيك راه فما خطر كبير قاعد صايف في البيت فيقوا على روحكم معناها بالحق معناها طيار وين ماشيين به صحيح الكره اللي تقرب وكره التاخي والتحاب ما عادش موجوده الكلها كليشيات الاستاذ يقول لي فهمت نوع التوعيه كيفاش صبان ماء على اليدين معناها فما حد شيء يقول لك شرب وصب ماء ولا كيفاش يقول لك كيفاش يقول لك بالحق معناها ما عادش
ما عادش فما فهم لما يحدث في المجتمع التونسي. اليوم عندنا انحرافات غير مسبوق، انحرافات غير مفهومة. أنتم علماء الاجتماع وعلماء النفس ولا مرض فيها. مزمن؟ نعم ولا مرض مزمن؟ ما عادش في دواء، ما فيهاش دواء. لازم أنفغي دي بيستاج، سي حرب الأطناف، لازم أنفغي دي بيستاج، تعبك انت راهو تسمعهم وتشوف شنو هو الكوز، ولازم تحط كما قلت أنت المسيرين يهبط للتيران ويشوف المسير مش كان في الصدى كهو مش مؤهل، مش مؤهل وتشوف لي زكي المسيرين كان يأكل التيران يأكل التراي يأكل لحوم ويأكل بشي مش بشيك الحومة بشي سير بهم بشي سير بربي اللي عنده مليون جماعية يحبوها مليون العدد بشي بشي يدول الجمهورية بربي يوعي فيهم. لا أنا أقول كلمتين خفيف الضعف. أول شيء في التشفي هذا حتى في الفشل معناه زوز ينهزم وزوز فم فرق جماهيرها سحبت ضد الأهلي، أنه يشوف حتى في الفشل أني فشلت أنت أكثر مني أنا. لكن هذا يعكس تأكيد لكلامك المكرو اللي هو يعكس صورة البلاد، سي على الستار على ليماج دو بي البلاد ولات فيها برشا كراهية وبرشا أيضا نفور الناس من بعضها، وقعد الكلام اللي ما بيناتها تحابب وتقارب وغيره اللي هو قعد نظري لكن على مستوى عملي والا في الظهور ولا في الغير تشوفوا اللي هو مش هذيك الحقيقه. هذه هي ما يحدث اليوم، صبيت ماء على الدين وذكرت بالضبط ما يحدث الان هو واقع مصغر لما يحدث في المجتمع التونسي وتركيبه المجتمع التونسي وسلوكيات المجتمع التونسي. ننتقل الان الى اوضاع النادي الافريقي في تقييم امل حداد حول الاسماء المرشحة لخلافة سليم الرياحي بعد ما زر بلاغ انسحابه من الهيئة المديرة للإفريقي وأعلان يوم 12 أكتوبر أو 12 نوفمبر القادم كموعد للجلسة العامة الانتخابية. برشا أسئلة وبرشا حيرة، أو القراءة ذي باش تحطكم في صورة الأسماء وفي صورة ما يحدث على مستوى الأسماء اللي قاعدة تتداول، قد يكون منها شكون باش يترشح، قد يكون منها شكون مش موجود في القائمة، وقد تكون هناك أسماء أخرى لم تأتي عليها أمل حداد في هذا التقرير. تاريخ 28 أكتوبر 2017 سليم الرياحي يعلن رسميا عن انسحابه من رئاسة النادي، ودعا بضرورة التداول على تحمل المسؤولية واعطاء روح جديدة في الجمعية بتنظيم جلسة عامة انتخابية ما تجاوزش منتصف شهر نوفمبر القادم كما التزم بعدم ترشحه للانتخابات القادمة. التصريح هذا لسليم الرياحي خلى برشا أسامي من نساء ورجال تكشف أوراقها وتفتح يديها وتعبر بصريح العبارة عن استعدادها التام لرئاسة النادي وخرجوا من مشاكله. ومن بين الأسامي المطروحة نلقاو نبيل القروي، مروان بن مبروك، عبد السلام اليونسي، الرئيس السابق كمال يدير ومنير البلتي، وماهر السنوسي. ومن الأسامي المطروحة أيضا تولي رئاسة النادي الإفريقي أكدت السيدة دوحة الحداد عن استعدادها لترشح الانتخابات القادمة واللي تعد سابقة في تاريخ كرة القدم التونسية. Donc je suis dans le milieu de l'aéronautique. Donc خدمت société civile. Donc عندي عامين نخدم البلاد où je vais dans beaucoup de régions. وين يعيطوا لي je fais des interventions. تلعب مشي نجم يعاون بلادو. Je vais avancer ma candidature pour être président du club africain. Donc oui, donc j'ai décidé de le faire. خاطر عندي une équipe وعندي معناتها رجال واقفين معايا. وفيما يخص علاقتها بسليم الرياحي، نفات السيدة دوحة بعدم وجود أي صلة تربطها بالرياحي. لا سليم الرياحي معناتها ني با ديغيغ ما كانديداتور. ما عندك بيه حتى علاقة؟ شفتو كنت ثلاثة مرات في حياتي. Donc une fois Maleta j'étais invitée à voir Tamel un congrès un séminaire. Donc le congrès le séminaire qui a eu lieu donc en septembre l'année dernière. كما أكدت عن استعدادها التام لضخ برشا أموال تخرج فريق بيب جديد من أزمته الحالية ورغبتها في التعامل مع كبارات النادي. On a un programme sur lequel on va l'avancer. Oui, que je peux pas m'en avancer. Mais خاطر مانيش وحدي. فهمت؟ Mais on est conscient par rapport à toutes les dettes ou encore il faut qu'on attende d'avoir des bilans. هذه كانت أبرز الأسماء المتداولة والمرشحة لرئاسة النادي الإفريقي في انتظار الجلسة العامة الانتخابية المقرر عقدها خلال منتصف شهر نوفمبر. طبعا هذه الأسماء كما قلنا قد تكون هناك أسماء أخرى، وقد تكون ربما الأمور ستبقى غامضة إلى ما بعد 12 نوفمبر القادم باعتبار استحالة على ما يبدو عقد جلسة عامة انتخابية، لأنه الأصداء اللي قاعدين نسمعوا فيها لابد أن الناس تكشف شنو قاعد صاير في الجمعية على مستوى النادي الإفريقي، وخاصة
الأمور المالية. قراءتك سامي العكريمي لهذه التطورات الأخيرة للأفريقي بعد الانسحاب من نصف نهائي كأس الكاف. وقايت مسلم رياح يجبد روحه، معناتها سيتا ميريت بالنسبة لي أنا، يجبد روحه لأنه ثم ناس كان ما يجبدوش روايحهم. الأسماء اللي شفتها بكل صراحة، معناتها ثم 90% من الأسماء بالنسبة لي أنا ما بين ظفرين ملغمة للنادي الأفريقي. معنى ملغمة؟ ملغمة، ملغمة سياسيا وملغمة القربها معناتها للسلطة ملغمة. أنا من نتمناش للنادي الأفريقي أنه واحد من الأشخاص اللي نفكر فيهم أنا ياخذ النادي الأفريقي، لأنه النادي الأفريقي خرج من كارثة مش يدخل في كارثة أخرى. خل من معناتها رئيس حزب، مش نتكلم على سليم الرياحي كإنسان، نتكلم على سليم الرياحي كرئيس حزب وتابعات معناتها رئاسة، معناتها الصفة متاعه كرئيس حزب على النادي الأفريقي. ثم أسماء أخرى اللي يعرفوهم الناس كل واللي نعرفهم أنا، إن شاء الله ما تقتربش حتى للنادي الأفريقي، وإن شاء الله معناتها الأسماء المداولة، بعض الأسماء المداولة. ثم ناس ريتهم اللي هم أقرب للنادي الأفريقي لكن ما عندهمش الكاريزما وما عندهمش الماديات وما عندهمش الواحد مش يشدوا النادي الأفريقي أيضا، فهمت؟ لذا الأسماء اللي شفتهم 90% بكل صراحة ما نرضاهمش للنادي الأفريقي لأنه مش يدخل في دوامة أخرى. توا إذا كان يجي إنسان للنادي الأفريقي عنده على الأقل أكثر عدد ممكن من المواصفات، مبروك على النادي الأفريقي. عايدة، ميزانية يعني مرتفعة، ديون كبيرة، يقال ويتردد في الكواليس أن الديون كبيرة جدا للأفريقي. الأفريقي مطالب بتسديد أيضا ديون لبعض اللاعبين والمدربين وأموال بالجملة. قراءتك لهذه الوضع؟ حديث على 15 مليار ذا اللي سمعت، وفما تقييم 21 مليار. ساعة ضحى الحديد تكون من أمير الحديد؟ لا، ما عندهمش علاقة، خاطر نعرف توا الشعب التونسي كلش خمم. هي بعدها أنا سامبلي كيدي كان مرأة تونسية تشد جمعية، والله بالصدفة ما جاتش بالي بعد أنا كان مرأة أمير الحديد باش تعملها حوار، باش نعرفوها شكون هي المرأة هذه، اداو اسمها. فما ناس حب تعمل البوز ما نعرفش عليها شنية، ربما المعطيات اللي عندها إمكانيات. علاش البوز؟ علاش هي قالت فما شكون يحب يعمل اسم زاد توا، فما يحب يحط اسمه في القائمة نتاع رؤساء المرشحين للرئاسة الأفريقي يخدم بيه شوية. كان عنده مواصفات وإمكانيات. أيوه عنده مواصفات وإمكانيات وبرامج عمل اللي ملاه قبيلة. نفس أمير الحديد معناها على أنترنت نحب نجاوبوا على خاطر فاتر سألني على حكاية علاش ما فماش نساء اللي هما عندهم كفاءة باش يدربوا نساء. كيف أنا نقول ما عنديش فرق راهو ما بين نساء ورجال، تفرق ما بيناتهم كان الكفاءة سواء في التدريب ولا في رئيس جمعية ولا في أي منصب من مناصب نتاع أي ميدان يكون الحياة. بارونتيز، بالنسبة لسليم الرياحي اليوم كان أعلن رسميا والبلاغ معناها يقول انه انسحب من رئاسه النادي الافريقي وباش يعقد جلسه عامه انتخابيه نهار 12 نوفمبر، مع تواصل معناها الهيئه تخدم على روحها توا بور لو مومون اللي موجوده في النادي الافريقي، ولا على الاقل المكتب التنفيذي وما بقي فيه من اعضاء. ما نعرفش كان صحيحه ولا خد برشا مرات قبل انسحب ورجع معناها، لكن كانت صحيحه شنو باش نقولوا بيلون تاع سليم الرياحي؟ كان باش نعملوا البيلون تاع سليم الرياحي باش نقسموا على اثنين، باش نعملوا ان بيلون سبورتيف كي نبقى أوسي نيجاتيف كساره. بتتر أنا منيش من إنصار سليم الرياحي مش كشخص كمسير، لأنه معناها الراء اللي مشكلته الكبيرة أنه كما يقولوا بحنا بالعامية يقولوا ولد وذنه، معناها يسر يتأثر بالانتراج متاعه لميديا وكالناس اللي دايرين به، وممكن ما عندوش أكل معناها كل واحد يقول كلام وهو ما ياخذش أكل قرار، ياخذ القرار مش حسب الهيئة اللي موجودة معاه والكوميتا اللي تخدم معاه، حسب الانتراج اللي خارج عن الهيئة. إيسا سا كري بوكو دو بروبليم في النادي الأفريقي اللي هي عندها دي سبيسيفيسيتي نتاع جمعية اللي فيها بوكو دو كلان. وسليم الرياحي ممكن زادا لو فات اللي إي نا با إيتي أن هوم فيديراتور، ما لمش رجالات الجمعية، يلا فولو فيغ كافاليي سول. تصور إنه هو وممكن فيها زادا دي زوبجيكتيف سياسية لأنه عنده أيضا طموحات سياسية. ممكن إنه تصور إنه الشعار اللي جاب بيه سنة 2011 وقت اللي يكون الاتحاد الوطني الحر نتاع توا هو نفس الشعار اللي استعملوا في الرياضة
كرئيس جمعية حب كل شيء توا توا وسخر الإمكانيات المادية وعمل عملي إكستراوردينير إنفلاسيون. الكلام هذا قلت قبل وتغشوا علي برشا أحباء الإفريقي يمكن توا رجعوا للكلام هذا. عمل إنفلاسيون في كل لسكسيون تضخم تضخم مالي في لسكسيون الكل حتى خلى الجمعيات الأخرين على الأقل الجمعيات الكبار ils ont fait des efforts monstres pour concurrencer ولات كونكورنس على جوارات اللي في نهاية الأمر يمكن يمكن معظمهم ما يستحقوش ربع اللي خذاوه وتقاضاوه ولا اللي تصرف عليهم فهمت دونك مش هو واحد واني قلت لك التأثيرات لا الخارجية لا قلت لك من بعد صارت مزايدات سامي ولات مزايدات هو حط في الباسكيت في الهوند في بدأ بالفوت ومن بعد حط في الباسكيت في الهوند لكن ممشيش للي فون دي بروبليم حط متاع توا ناس تيتر هذا تيتر افكتيفمون هزو دوبلي في الباسكيت 2015 2016 وهزو لقب في الهوند كيف كيف هز لقب بجيب جيب جوريت ومن بعد يمشيوا على رواحهم اش عملت اللوتا لو بيلون عطيني اش عملت انفراستركتور قلت باش نوليو نلعبوا في تيران كاين في في كيما تشوفوهم في انجلترا وفي اوروبا اليوم تترينا في الهادي النيفر تكري في الهادي النيفر النادي الافريقي باش تترينا فيه البارك ماهوش ميرينيش فريق في حجم النادي الافريقي كي تشوف بالنسبه للباسكيت الصاله قداش قاعده مسكره نتاع الجورجيني ما يترينوش فيها يكريو في صاله حلق الواد باش يترينيو انت جمعيه كبيره جمعيه كبيره تحط بصمتك قبل كل شيء في الانفراستركتور في assurer la relève اللي حكينا عليها قبيله مع حكايه الفولي وكل شيء ميم سي لو بيلون سبورتيف نتاع توا توا موجود لو بيلون سبورتيف تيتر ان 2005 شامبيونات 2007 كوب رجعوا للمسابقات القاريه كارد فينال دومي فينال دومي فينال 2015 شامبيونات 2017 كوب الرجوع للمسابقات القارية في الباسكيت هزو في الهوند هزو وأنا زيدا معناها نقول الحاجة اللي أنا مثلا فرحانة بها برشا في عهد سليم الرياحي كرة الطائرة النسائية رجعت لا سيكسيون ايتي عودة حياة من جديد السنة وباش تشارك في البطولة الوطنية ولو في الرابطة الثانية ونعرفوا قداش هزت أرقاب معناها أكثر ليكيب لا بلو تيتري في كرة الكرة الطائرة النسائية دونك اليوم الكلوب افريكا مشكلته مش سليم الرياحي بركة اليوم الكلوب افريكا مشكلته مشكلة مسير اللي يعرف il délègue un peu ses pouvoirs ou il fait la répartition على العباد اللي يخدموا معاه اي سورتو يسكر وذنيه يكون هو صاحب القرار باه انت مهاتي للتقرير اللي اعده ايمن الباوي حول المسيرين وعقلية المسيرين ومستوى المسيرين في النادي الافريقي نستمع لهذا التقرير مع ايمن الباوي ثم نعود ظاهرة حيرت كل إنسان علماء الاجتماع الصحفيين وكل الرياضيين ما لقاولها حتى تفسير جمهور يعشق فريقه لحد الجنون رغم الأزمات وقلة التتويجات وبعد كل ديفيت فإنه ديما معبي المدرجات وحاضر في كل البارتيات شيء ما يوقفه لم تر ولا حجر ولا بشر جمهور ديبلاسي لآخر الدنيا مع فريقه ويضحي بكل شيء على خاطر الأحمر والأبيض وعبد الحق بن شيخة مدربهم السابق وقت قال عليهم شعب ما هوش غالب شعب الكلوب هالليامات ما عجبتوش بعض التصرفات والكلمات مسؤولين يكشفوا في خنار وغسيل الجمعية كل واحد يزيد على الآخر ويحمل في المسؤولية لغيره وقت كان من المفروض عليهم يتلموا ويلقاو حل الوضعية الحالية لناديهم برشا طالبوا بكشف الحقائق ولكن مش بهالطريقة اللي ما تليقش بتاريخ وعراقة جمعية كبيرة سيروها ناس دمادم وبناوها حجرة حجرة أنصار نادي باب جديد فدوا من الوضعية الحالية ويستناوا وقتاش باش تركح وتهدى الأوضاع في الجمعية وما عادش يسمعوا بالاستقالات والأزمات التسييرية ويحبوا على شكون يتحمل المسؤولية ويرجع الأفريقي للطريق السوية ولليامات الزينة للجمعية أيامات رؤساء من تينة عزوز لصرم وشريف باللامين وغيرهم من المسيرين اللي ضحوا بمالهم ووقتهم باش يفرحوا هالجمهور الكبير وسبقوا مصلحة ناديهم على مصلحتهم الشخصية الأيامات الجاية باش تكون حاسمة في تاريخ الجمعية من خلال الجلسة العامة الانتخابية اللي باش يقول فيها الجمهور كلمته وباش تحدد رجل المرحلة القادمة اللي إن شاء الله يكون في قيمة هالجمهور
طبعا الحيرة مفهومة لدى جماهير الإفريقي بعد هذه التطورات الأخيرة، وخاصة في ظل مستقبل غير واضح ورؤية غير واضحة وديون متراكمة. لكن قبل ما نبدأ في مستقبل شهاب الليلي بشريني في النادي الإفريقي، تسأل شهاب أخويا برشا أسئلة وبرشا تفاعلات من جماهير الإفريقي وجماهير التونسية. يكلموك ولا ما كلموكش؟ قعدت معاهم ولا ما قعدتش معاهم؟ ولا عملوا الكاميرا كاشي؟ ما فهمناش. أنا بدي تسأل اسكو اللي عشتوا الايام الاخرى صحيح ولا غلط؟ نو، معناتها بالنسبه لي انا وقت اللي صرحت قعدت مع المسؤول على فرع كره القدم سي رضا الدريقي، شو نسميه الامور، معناتها ما خبيه وقت على خاطر كان لقاء رسمي رياضي، معناتها مازال ماهوش لقاء تعاقدي، لا لا كان لقاء الخميس وقت تقابلنا انه ياكل عشيه بعد ما قلت كنت قاعد مع سيدي الدريدي اجتماع عمل ريونيو بالضبط، يعني طرح فكره نتاع تدريب اعاده، معناتها العوده لتدريب النادي الافريقي. مش يحكي معي على الكلوب، قلت نعرف لا باراك ميوكو توا. تبقى خليني قبل ما نتكلم على سيدي الدريدي وعلى الرونديفو اللي معاه، خاطر فما حاجه لازم نوضحها للناس الكل. تفضل. انه انا اذا خممت باش نعاود نرجع للكلوب، اول شيء لاني فما حاجه اسمها لو تراون مارش ما نحبوش، فما جروب اللي نعرفه شرفت عليه جوي غاني دي تون. اثنين، فما اسم النادي، نادي كبير نحبه ولا نكره كل واحد يشرفه باش يرجع نادي يدرب نادي الافريقي. ثلاثه، فيها نوعا ما من اعاده اعتبار الشهاب الليلي. اربعه، وهذا مهم برشا، تقول لي دخل الجانب العاطفي في ولا الانفعالي في العمل نتاعك، نقول لك في بعض الاحيان وي هو ما خدش خاطر في الناس، معناتها صدقوني اللي نعيش فيه الايامات هذوما حاجه من وراء الخيال، معناتها فما حب من طرف جماهير النادي الافريقي ورغبه منهم انه شهاب الليلي يرجع، تخليك في الاخر وي تقول بوركو با، خاطر السؤال لكن اللي تطرحه علاش تنحى شهاب الليلي؟ هذا هو وقت اللي هو وصل، معناها اعطى طابع للفريق اللي يستناو فيه الجماهير، سؤال علاش تنحى؟ الو وقت اللي طرحت الفكره، اي رحب بالفكره، زيد على ذلك اني مدرب حر، لكن لما طرحت فكره الفريق كان عندي عقد، لكن انا كنت اكثر من محترف، حكيت في المشروع الرياضي اللي طرحه رضا الدريدي، لكن اشترط أن الخطوة الجاية ما تكون إلا مع رئيس النادي اللي هو سليم الرياحي. إنسان يحترم خدمته ويحترم النادي، لابد أنه يتعامل مباشرة مع رئيس النادي. ألور الكونترانت والعائق اللي قعد هو عائق ارتباط نادي الإفريقي بالمدرب سيموني. بالضبط. ألور أنا واحد من الناس ما نقدرش نتكلم على العقد طالما في النادي الافريقي مازال ما تخلصش من المدرب بتاعه، يمكن ما عندوش فكره هو في الاخير، او عنده فكره ومازال ما بقاش لاستيوس. لذلك طلبوا مني سي سليم الرياحي انه يقع حل للمشكل الاشكال نتاع سليم نتاع المدرب الموجود، لكن حكينا في كل شيء، خاطر فما الناس قاعده تتزايد انه شهاب الليلي انجوان يابر مسكر تليفونه، لا انا استنى في تليفون من سي سليم الرياحي فقط ولا غير. وتقابلت مع هذه سي مريم في نهاية هذا الأسبوع. اثنين، فما الناس تحكي على أنه شهاب الليلي عمل شروط مشحفة من دي كونديسيون باش يرجع، لا مش صحيح. اللي حكيت فيه أنا والرئيس النادي كان فرحان به، فرحان به برشا زاد. ألور حكينا فيه وكان فرحان به برشا. ألور بالنسبة لي أنا الكورة في عند مسؤولين النادي الافريقي على راسهم سي سليم الرياحي فقط، وما نتعامل كي مع رئيس النادي اللي اسمه سليم الرياحي، علاش؟ لانه النادي ككل يمثله سليم الرياحي. لذلك انا هذا كلامي للناس كل، شهاب الليلي عمره تملص ولا تنصل ولا تكبر والا اشترط، لا بالعكس، شهاب الليلي يوم تلقات مع سي سليم وغدا الصباح كلمني رئيس النادي اللي انا مفروض نتعاقد معاه واعتذرت، لاني قلت له قاعد نتفاوض مع نادي تونسي في تونس وانا نحب نبقى في تونس. طبعا فما حاجه اخرى، شهاب كان عنده عرض من خارج تونس، عرض رسمي بالضبط من خارج تونس. حاجه اخرى كنت حكيت هالرئيس النادي، قلت له شو تقولوا سوقوا في شهاب زاد، قلت نقولوا على العرض بتاع لكن فما حاجه اخرى مهمه برشا بالنسبه لي انا، وكنت طرحتها حتى على الرئيس النادي، قلت له كان انك راضخ على البريسيون اللي عملها الببليك
انا مستعد من في 24 ساعة نوقع عقد مع الفريق هذا هو اليوم موجود. قايل انا مقتنع بك وانت رجل المرحله ونحبك ترجع. الوغ البوزيدي هذا كلام ما عادش نطلع في خاطر يوجاني انا كي نطلع نتكلم على حاجات كيما هذيا في اعلام وفي ميديا هذوما حاجات اسرار نادي حرمه نادي نتكلموا على توقيع عقد نتكلموا على بريزونطاسيون تقديم مدرب ما نتكلموش على الحيثيات هذيا. لكن المزايدات اللي قاعده تصير الكلمات اللي قاعده تصير ماذا بيا حبيت نوضحها للناس كل وما عادش نرجع للموضوع جمله واضحه. عادل نسألك سؤال وبسرعة، المزايدات اللي يحكي عليها شهاب واللي قاعدين نشوفوا فيها اليوم مسيرين كلهم يتعاركوا والناس كل تصفي في حساباتها على حساب جمعية كيما النادي الافريقي، كيفاش تبعت تصفي في حساباتها؟ أنا راى اللي خط فما خلافات تقديمة وفما شكون قرب من رئيس النادي وهو تظلم، دونك مشاو في هالبول هذية دونك السيركل هذايا قاعد يدور دونك الخلافات باش تقعد متواصله. نقول مسلسل رئاسه الافريقي ومسلسل انتداب مدرب الافريقي ولا مسلسل هيتشكوكي يتعاود كل جمعه وكل. لكن نرجع اللي بسرعه راهو المشكله مش في رئيس النادي جبده بكري عايده، راهو المشكله في الكره التونسيه. شكون يشد رئيس بمواصفات الكره التونسيه تجيب رئيس بمواصفات عنده المال رجل المال. المشكله في الرجل المال كي يجي لانه هذاك المخرج تو في تونس ما فماش قانون جديد نتاع نتاع الموارد اللي باش تجيبها المشروع اللي تعمل على اساس انه الجمعيات باش تجيب يجي رئيس النادي يكون هو عنده لو بوفوار دارجون كي يجي ايش يعمل؟ ما يلقاش فما هيكله اداريه وهذه مشكله الكره التونسيه حسب ريان المره الالف. لازمك تعمل الاورجانيغرام الاداري نتاعك الهيكله الاداريه نتاعك وبعدها تحط الاشخاص اللي عندهم مواصفات. في تونس يتعمل العكس نسميه الاسماء وبعدها نعملوا الاورجانيغرام ونحطوها هما فيها وهذه مشكله الكره التونسيه مش في نادي فريق برك لكن في عده نوادي اخرى. وهنا اذا ايضا اللي جاي وعنده رجل المال اللي هو باش يشد باش يستعمل كره القدم اي ما يفصلش بين الرياضي والسياسي نقعدوا في المتاهات. حبيت بسرعه نختم على الجماهير تاع النادي الافريقي رئيس الجماهير وجمهور من ذهب اليوم ما عنده حتى فيزيبيليتي اليوم يعيش كل يوم يكلموا بعض اش عملوا شكون جابوا شكون مشى هذوما ينتظروا وهذوما اللي قاعدين يحسوا رؤساء هي تمشي الجماهير هي اللي قاعده تزايد هي اللي فورس فيف نقول انا بتاع النادي الافريقي. هذاك علاش عبد الحق قال لو بوبل النادي الافريقي عنده جماهير من ذهب والجماهير هذه تحب النادي نتاعها مهيكل تحب النادي نتاعها امريكا. لكن اليوم يعيش مشكله مشكله النادي الافريقي اليوم لو يمشي سليم الرياحي كما قالت عايده لانه هو زاد غطى وعنده نسبه كبيره في النجاح انه بتجي اشخاص اخرى. هل الاشخاص هذه قادره انه باش تستوفي بالاجور نتاع المدربين ولو قاد هو هل قادر هو باش يسيب بالضبط هو غير بالتعهدات نتاعه هو غير لكن اليوم زاد الناس اللي كانت وراء الستار وضده هو ان شاء الله اليوم تتقدم وتاخذ المشعل وتبني النادي. سي محمود شوف انا اظن اللي الخطاب يلزمه يتبدل في النادي الافريقي خاطر الخطاب قاعد اربع خمس سنين هو بيدو نفس الخطاب وتوا النوادي والمؤسسة الكبيرة هذه اللي نادي الافريقي هذه باش ترجع مرجع واحد هو لشخص واحد وما نشخصنوش راه ما نشخصنوش اذا كان شخصنا المشكل في شخص راه انتهى المشروع الكل. دونك شو نقول انا الرئيس الاول المرتقب يلزم يبدل الخطاب يلزم يبدل الخطاب مع الجماهير الكبيرة متاع النادي الافريقي تبدل الخطاب وتعطيه الحقيقة اللي باش يدخل ما نشخصنوش شكون باش ينجحها وشكون ماهوش باش ينجحها، واحد وحده ما ينجحش، لا في الامور الاداريه ولا في الامور الفنيه. حاجه اخرى يلزم توا الضبابيه الاداريه، والضبابيه الفنيه، والضبابيه الماليه، والضبابيه في المجالات الكل، يلزم تصير عليهم معاينه، يلزم تصير عليهم ان ايفالياسيون، واللي باش يدخل يلزم في النادي الافريقي الصدق في القول والاخلاص في العمل. الصدق في القول في كلمة واحدة اخرجوا واعملوا سياسة تواصل مع الجماهير متاعكم وقولوا لهم الحقيقة ها هو الصدق في القول الإخلاص في العمل حط العباد اللي يلزم تحطهم ما تحطش الوضنين تخدم فيها واضح. سي محمود سي محمد غصن أكيد تابعت ما يحدث في الإفريقي حكاية أيمن باوي كظاهرة اجتماعية الناس اللي حايره الناس اللي متحيره الناس اللي تتبع في جمعيتها ومازال عندها بصيص من أمل رغم هذا الخوف من المستقبل عندها الحق
نادي الافريقي دار اجتماعية هذه نعرفوها من قبل، والمشكلة اللي ماهيش مشكلة معناتها فما اون ماس، فما اون بوبولاسيون صغير الكبير، ويا تاريخ ثقافة حضارة تربية تنشأة اجتماعية. يقول لك مثلا كلوبيز دون لي جين، معناتها حاجة معروفة. أنا نحب نسأل سؤال مدام حداد اللي تحب ترشح روح الرئاسة، اسكو تعرف عرقة النادي؟ بالضبط. اسكو تعرف عرقة النادي؟ تعرف شنو هو تاريخ النادي الافريقي والامجاد والعباد اللي شدت الكلوب؟ تعرف الاستواغ والاستواغ؟ لا، لازم الغلاط اللي غلطناهم قبل ما يتعاودوش. لازم هي برك. اي لا، لازم اللي يشد النادي الافريقي يحب النادي الافريقي، يحب هالكلوب ويعرف تاريخها ويعرف شنو الاستوريك نتاعها والبالماريس نتاعها والشخصيات اللي شدت الكلوب، مش نشد انا النادي الافريقي كاله باش نوظف بها مصالحي الشخصيه والسياسيه. هذا هو البروبليم، هذا هي المشكله نتاع النادي الافريقي. هذا هو انا نحب نوصل كلمه، جماهير النادي الافريقي حاجه بركه، فما ضبابيه صحيح، اما لازم تكون فما ان بروجي ا لون تيرم، فما دي جينيراسيون وراه، فما دي جينيراسيون قاعده تتبع في الكلوب، فهمتني؟ ولا تو نحكيو على الكلوب، ما عادش نحكيو على الكيب ناسيونال ولا كونفرونتاسيون كونتر لا ليبي. الحديث الساعه تو سي النادي الافريقي. النادي الافريقي الترجي الرياضي والنجم الرياضي. صحيح، اما انا نحكي عن النادي الافريقي، النادي الافريقي في تونس وخارج تونس. فما جماعه يكلموا فيا جاليه اجنبيه تحب النادي الافريقي على الانخراطات، يحبوا يسالوا يشوفوا لي كانو اسكو يا با اون بوسيبيليتي باش ياخذوا انخراطات باش يشوفوا يشاركوا في كعالم اجتماعي معناها؟ كعالم كخبير اجتماعي؟ لا لهنا نحكي ان فينومين سوسيال، ان فينومين سوسيال توتال، دار اجتماعيه. وكي نقول دار اجتماعيه شامله ثقافيه وسياسيه واقتصاديه ومهنيه ومام حتى اخلاقيه. دونك فوالا. أمل الحداد كان عندها أكيد دفعة أخيرة من تفاعلات السادة المشاهدين، خاصة أيضا ذكرنا بأكيد التحول الترددات الجديدة بالنسبة لقناة حنا بعل، أكيد في انتظار أنك تأخذ أيضا مش حاضرة بعد، مش مشكلة نذكروا بها. وأي ما نعرفش قاعدين قاعدة في النيوز بار، قاعدة ثابت الوضع تقريبا نيوز بار، معناه الترددات الجديدة، وأمير دبة يتولى طبعا تأمين كل هذه الأخبار والصور والفيديوهات نتاع الحصة نتاع اليوم. تحية ليه ومن خلاله هو تحية لكم انتم. تفضل يا ملك. أهلا وسهلا عادل من جديد، مرحبا بمشاهدينا. نذكركم أنه قناة حنا بعل تعلمكم أنه باش توقف البرمجة على الترددات الحالية، وبإمكانكم متابعتنا على الترددات التالية: نايل سات تردد 11657، الاستقطاب عمودي سرعة الترميز 27500، معدل التصحيح 2/3. وكما قلت أنت عادل، بقية المعلومات تلقاوهم في النيوز بار من اللوتا. نمشي مع تفاعلات فيما يخص النادي الافريقي، واكيد هي تفاعلات كبيره ياسر، باش نلخص اهم ما جاء منها. والاسبوع القادم ان شاء الله في نيوز بار كما كل حصه عودناكم تلقاو بقيه تفاعلاتكم من في الحصه القادمه. سامي المساوي يحييكم الكل ويقول لكم نورونا واحكيونا اش صاير في النادي الافريقي، لازمنا وقفه حازمه من رجالات النادي لانقاذ ما يمكن انقاذه. يا ناس فيقوا العقليه وفيقوا يهديكم. منصف الجسمي رمزي المولهي يقول لكم بالله كلمه باهيه في حق سليم رياحي اللي 5.5 سنين يصرف من ماله الخاص على جميع الفروع في الفريق بدون أي سند، حتى اللي سماه رواحهم كبرت. ال4 سنين اللي تعادوا كل فريقي والترجي والنجم الكلهم فازوا ببطولات وكأس وروحوا الكل من البطولات الإفريقية، وما فماش شكون طالب إقالة رئيس إلا طماعة الإفريقي حسب قوله، ولا واحد فيهم قادر على الإفريقي والمليارات لها ناسها وجهين. كلام ما يلزم كان أصحابه أكيد، وإحنا ما طبعا نحترم كل الأطراف، كل واحد عنده حق كمواطن توسي باش يترشح رئاسة أي جمعية كانت، والكلام هذايا ماذا بينا من لا تفضل. جهين حرب تجاوبهم وتقول سليم رياحي لازم يغادر لأنه رجل سياسة. 4 جمعيات في جربة بالتمام والكمال، عملنا تحقيق في جربة ونشاهد الجزء الأول من هذا التحقيق عن مشاكل الجمعيات الرياضية في جزيرة الأحلام.
هناك مشكلة على مستوى التشريع، لأنه وقت نشوفوا القانون اللي نظم الجمعيات وأخص بالذكر الجمعيات الرياضية نشوفوا اللي هو قانون يكتف رؤساء النوادي الرياضية، ما يخليهمش المجال للابتكار، المجال للاستثمار في الجانب الرياضي. سولي بشد جمعية عبارة باش يشد فريق متاع سرقة ولا معاش فريق رياضي. احنا من المنبر متاعنا هذايا نحبوا نوصلوا اللي احنا قاعدين نخدموا في بلادنا، نخدموا في جمعياتنا، نحبوا نأطروا الشباب متاعنا، نعرفوا اللي في جربة فما بوتنسيال كبير، معناها نجموا نوصلوا لبعيد بجزيرة جربة خاصة على المستوى الرياضي، شوية كونفيونس فينا. ندعو الدولة إلى تحمل مسؤولياتها بقيامها بأساس تشجيع الجمعيات هذه وتوفير الامكانيات الماديه للقيام بهذا الدور، لان احنا مش نعلمه في الكوره فقط، بل كذلك لنا دور تربوي. الشاب كي يلقى في احاطه وكي يلقى جمعيه تتبناه ويمكن معناها توفر له محيط باهي ويبدا في مخه هو ينجم معناها الجمعيه هذه تطور له الامكانيات نتاعه والطموح نتاعه ويتفعل في الجمعيه هذه، نتصور انا ما يوصلش يخمم في الحرقه. حالات معناها نتاع ناس ايست من البلاد فلت، نشوفوا نعطي مثال ان وليد سيف هذا كواغجي وقت كان عمره 10 سنين عام 2007 يحلم باش يكون كيما كانوتي عام 2013 في الاصغر، يحلم باش يكون كيما مايكل رامو. اليوم سيف في ايطاليا حق، علاش حق؟ حاب يحاول باش يكون انسان، ما عادش باش يحاول باش يكون لاعبي. شنو الشباب شنو مستقبله؟ جوار عندي في الجمعيه معايا الموسم الفارط، انيس الحرازي معناها ما شاء الله عليه، عنده امكانيات ما شاء الله عليها، معناها الظروف اللي يعيشها في جربه خلاته معناها يخمم ولا يطمح باش يحرق ويغادر بلاده ويمشي لفرنسا. جمعية جربة في 3 سنين اللي فاتوا معناها الظروف المادية الصعيبة اللي عاشتها، وهي معناها من جراء عزوف خاصة على بعض رجال الأعمال في جربة ولا في تونس العاصمة، وكانت معناها ما كانش في المستوى المطلوب. أربع نوادي ياسر عليها جزيرة جربة، وماذا بيا النادي على جربة يعني على اللحمة، ومن بعد تجي هذه الدعم المادي ويجيك الدنيا كل بالطريقة هذه. نكسبوا ود رجال الأعمال اللي باش يكون يعطي الأربع جمعيات يولي يعطي الجمعية واحدة. بالنسبة لنا نحاولوا أنه نبنيوا فكرة أنه نكونوا جمعية واحدة. إذن مشاكل بالجملة في الجمعيات الرياضية بجربة، أربع جمعيات في جزيرة تعد 180 و 160 ألف ساكن، تقريب برشا أربع جمعيات. شوف نبدأ من أربع جمعيات يعني برشا، نعرف جربة كانت فيها جمعية جربة وأمل جربة ميدون، يعني رأى أنه زوج جمعيات كافيين. فما مشكل كبير على مستوى المنشآت الرياضية. قبل كانت أمل جربة عندها من أحسن الملاعب المعشبين، جمعية جربة عندها الملعب متاعها، وهذا حل من الحلول أنه يولي فما سياحة رياضية في جربة، منشآت فندقية موجودة، كي يبدأ عندنا ملاعب نجم نستقبل وفما مناخ 10 شهر على 12 الشمس موجودة، ألور قادرة جربة أنها تعاود ترجع للإشعاع متاعها لو نحسنوا الانفراستركتور سبورتيف وقت تولي فما سياحة رياضية. أكيد تحدثت على الحرقة ومشاكل هي، من بحنا في البرنامج الرياضي هو رياضي اجتماعي، نحكيه على كل ما عنده علاقة بالرياضة وما يتفرع عنها من الرياضة. فما مشاكل كبيرة، أكثر من 300 شاب حرقوا في جزيرة جربة في الفترة الأخيرة. عزيز مشارك كان موجود في هذا التحقيق، سأل الناس عن هذه الأسباب فكان هذا الرد. احنا اليوم في جزيرة الأحلام جربة، أكيد اللي يقول جربة يقول السياحة، يقول الاقتصاد، يقول كل حاجة حلوة في الدنيا هذه. الثابت أنه جربة قد تتحول من جزيرة أحلام إلى جزيرة أوهام.
الناس قاعدة تحرق، الناس قاعدة تأيس من حياتها، شنو قاعد يعمل الشباب في جربة، شنو هي دور الجمعيات هنا، الجمعيات الرياضية شنو هي أمورها، شنو هي أحوالها. هنا مش مشيو إحدى المقاهي الشعبية وننطلق في الحديث مع الناس لنستمع لمشاغل وآراء شباب جهة جربة أو جزيرة الأحلام كما يحلو لأبناء تونس من الشمال إلى الجنوب أن يسمونها. مشيو معي. في نظر معناها المجتمع التونسي اللي هي جزيرة الأحلام، بينما كي جيتوا لهنا معناها شفتوا الواقع المرير اللي تعيش فيه، الواقع المرير اللي يعيش فيه الشباب في جربة لهنا، في أساسا معناها في نشاط الرياضة، هك شفت معناها ما نحبوش نبعدوا البعيد، معناها الفترة اللي تعيش فيها تو حاليا معناها جمعيتنا جمعية رياضية بجربة، المشاكل اللي تعيش فيها، كي تشوف جربة معناها 186 أوتيل معناها، وما نلقوا حتى دعم من حتى نزل معناها، جمعية كي تبات هنا في جربة معناها تخلص الأوتيل. ماذا بينا معناها لفتة نظر من الدولة معناها تشوف الصغيرات والشباب، أغلب الشباب راهو هاجر، أغلب الشباب راهو مشاف في الماء راهو. شكرا للسلطات الكل اللي ما خزرتناش، اللي ما وفرونا حتى شيء، اللي ما عطاونا حتى شيء، اللي بكل محسوبية ما خزروش الجربة جملة. ما تخافوش، ما نشوفش نسلموا، وبقينا هنا في تونس وبقينا هنا في جربة، وباش نحاربوا وباش نبقوا ديما قدام في وجوهكم. أي الله يعين الغالب على المغلوب. غالب الله غالب. توا كنت نسمع عن المشاكل الشباب في جربة. مشاكل الشباب شنية؟ مشاكل اللي فقدوها الشباب. شباب فقدوا المشاكل تاعهم المشاكل تاع الشباب. الشباب مسكين، الشباب غاطت في البطالة في الهم على غاطت في العنقو. شباب تاع قلالة ما عادش لاقينهم توا. شباب تاع الجيم ما عادش لاقينهم. كله حرق. وعلاش اللعبة توا؟ انت تعرف شباب كيف على الغلبه لا باش يكون يعمل كيف كل يغلب كل حد يخلص قيمته اي والشرب شكون يخلص الشرب كل حد يخلص على روحه وحده اما ريت الشرب يعني شربنا وينو ثم شرب من شرب على هذيك قهوه هذيك قداش تقعد بها هنا نعدي بها نهار كامل الا ليت ريعان الشباب جديد وظهرا مضى يا صديقي يعود اما شباب هذا مهمش تقول لي شباب هذا باب مغير شاء هذا باب وتسكر هذه الاجواء في جربة هذه اجواء طبعا في جزيرة جربة تلقائية الناس محبة الناس للبلاد تعيشوا على وقت انت يختم انت يختم انت يختم انا ما عشاش نحكي معك تو انت يختم الحصة هذه بشير بن احمد مرة يحكي له عليه قال له وضع البلاد قال له لاتونيزي في اوريتم دو بورغيبا احنا نعيشوه الوضع هذا تو هذه الأجواء أنا ما عادش نزيد حتى كلمة بعد كامل اللي سمعته تحية لكل مشاهدينا في جربة وفي طبعا كامل تراب الجمهورية إلى اللقاء سي محمد غصن تعليق على جربة جزيرة الأحلام هو ولد جزيرة الأوهام المشكلة اللي تمرير المشعل ما بين الانسيان جينيراسيون شياب الكبار للجون ما صارش دونك ils n'ont pas véhiculé les valeurs دونك شوالة ولات فما أماليز فما إحباط نفسي فما معناتها كما نقولوا بطالة فما فقر فما وين دونك الحلم نتاعو الواحد جزيرة الأحلام عنده سي أودولا دو لا تونيزي سي هي لو باسان ميديتيرانيان سي l'Occident. Donc, la passation, comme il faut, sur le plan maintenant, croyance, ou valeur, ou social, ou quoi. Donc, voilà. Sami. Je trouve, بالنسبة, الوضعية متاع جربة, صورة من الوضعية كل في البلاد. راه مش ولاد جربة برك قاعدين يهاجروا, ولاد بير الحفايق قاعدين يهاجروا, ماتوا منهم عشرة, ولاد معناتها متاع تونس كل, متاع تونس كل قاعدين يموتوا لأنهم ما ثماش حلول. هذا هو. بالفلاقي بسرعة اللي ريتو جزيرة الأحلام وانت قلت جزيرة الأوهام غينيا اقتصادية خلينا نستفهمنا غينيا اجتماعية غينيا رياضية تعطي حرقة كبيرة تؤدي للحرقة لإيطاليا محمود هذا كما قال سامي وضع راهو عام في البلاد الكل رغم اللي احنا نعرفوا الثقافة متاع الجرابة الأصل معناتها عندهم الثقافة اللي يخرجوا من الجزيرة
ومن الجزيره نتاعهم، موجودين برشا في تونس، موجودين برشا في بنزرت، في جندوبه، في كل مناطق، من الاكثر الجاليات اللي تلقاها منتشره في كل مناطق تونس. هذا الكل اللي حتى باش يخرج وباش يخدم، شباب يحب يخدم، شباب يحب يتقدم، لكن ما رقى حتى شيء. ربما الانفستيسمون اللي تعمل كان في السياحه هو ربما الطريق الوحيد اللي تفتح، ربما هذاك هو الناقص. ربما لو كانت تخلق معناتها كليات تربويه، ربما لو كانت تخلق كما قال قبيلي شهاب السياحه الرياضيه، تتخلق حاجات ربما تعطي المجال باش تحل الافاق للشباب هذا. حتى لي كلوب انا مش موافقه مع شهاب اللي قال برشا اربعه في جربه كهو، نقول له اللي بلوس إليا دو كلوب كي بيكونوا فيهم تأثير به بلوس سي بون في لندرا اللي هي عاصمة. إذا فلسطين مش لازم عاد. اسمعني يعني مع بعض. بلوس تبدا فيهم وتولي هوات، نرجعوا للهوات، نرجعوا للهوات. تبدا فيهم تأثير بالكدا في لندرا اللي هي عاصمة بريطانيا، فما 14 كلوب بروفيسيونيل افيك ان ستاتيو بروفيسيونيل دون 6 في البريمير ليغ، معناها نجموا بلوس إليا دو كلوب بلوس. قال في لندرا ما عندناش وين نلعبوا، ما عندناش ملاعب، ما عندناش منشآت رياضية بما فيه الكفاية باش نعملوا هذا العدد من الجمعيات. النسيج الاقتصادي نتاعنا ما يسمحناش. وقت الوقت ما يسمحناش تو وقت الاخبار اكيد ما كملوا، ما نجموش نكملوا اكثر الحديث يعطيكم الصحه. مشكورين على حسن الاهتمام والمتابعه سي محمود. سي محمود يعطيك الصحه، سي محمود على الحضور، ايضا سي عادل مدام عايده كنت سعيد جدا بوجودك، الكابتن والمدرب شهاب ليلي كنت سعيد جدا بوجودك، ايضا دكتور سي محمد مرحبا بك كل ديما في كل مشكل احنا نحتاجوك باش تكون بحذانا، وايضا الاعلامي سامي العكريمي على وقع عبد الحليم هكا خرج بالحق هذايا مانيا اي هذيا على وقع عبد الحليم وترناكم ففرصه على الاقل باش تروحوا عن النفس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول روحوا عن النفس ساعه بعد ساعه فان النفوس اذا كلت عميت. تصبحون على خير. علمني كيف يموت الحب وتنتحر الاشواق.